صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا جمانة. صباح الخير عليك يا بسنت، وسعيدة طبعا أنا بصاحبك في حلقة النهاردة. وأنا جدا متحمسة للحلقة. أنا كمان جدا طبعا. صباح الخير وسعادة على حضراتكم جميعا، حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. وبكل تأكيد العالم كله مشغول بما يحدث من تصاعد للأحداث في أوكرانيا، فحبينا أن احنا نطلع حضراتكم في بداية البرنامج على تطورات الأحداث اللي بتحصل دلوقتي. القوات الروسية قامت بهجوم كثيف فجر اليوم على العاصمة الأوكرانية كييف في أكثر من جبهة، أيضا في إنزال جوي لجنود روس بالمظلات جنوب غرب كييف، ده غير أنه في معارك كبيرة تحصل في ضواحي المدينة واشتباكات في خاركيف ومحيطها شمال شرقي أوكرانيا. الأحداث بتتطور كل لحظة والتانية، عشان كده تم تطبيق حظر تجوال في كييف بدأ امبارح من الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي ويستمر لحد النهاردة الصبح. على صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية منح 1000 سلاح مضاد للدبابات و500 صاروخ أرض جو من طراز ستينجر لأوكرانيا. وقال المستشار الألماني أولاف شولتز في تصريحات تلفزيونية أنه هيتم تسليم الأسلحة لأوكرانيا في أقرب وقت ممكن، وهذا نابع من التزامات برلين الأخلاقية حيث تزود ألمانيا أوكرانيا بأسلحة من مخزون الجيش. فعلا يا جمانة الأحداث بتتطور لحظة بلحظة، احنا كل شوية يمكن بنلاقي خبر جديد مع كل مرور يمكن ساعة جديدة، خصوصا مع إعلان روسيا في الساعات الأولى من فجر الأحد إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا، ردا على الإجراءات المماثلة اللي اتخذتها تلك الدول لمعاقبة موسكو عقب الأزمة مع أوكرانيا. وقالت وكالة الطيران المدني الروسية في بيان أن الحظر ده هينطبق أيضا على رحلات الترانزيت اللي تسيرها الشركات المعنية عبر المجال الجوي الروسي. كمان في تطور بيحصل في المسارات السياسية النهاردة، هيكون في اجتماع لوزراء الخارجية دول الاتحاد الأوروبي عشان تعزيز الدعم العسكري اللي بيقدم للقوات الأوكرانية. ده غير طبعا أن الولايات المتحدة وألبانيا طلبوا تاني عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي النهاردة، وده عشان تبني قرار يطالب بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى دورة خاصة بكرة. طبعا ده هتخصص أو تخصص هذه الدورة للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، والآلية دي ما فيش فيها حق الفيتو. الهدف من دعوة الجمعية العمومية هو إصدار قرار حول العمليات العسكرية في أوكرانيا. إحنا طبعا هنتابع مع حضراتكم كل التطورات وهننقل لحضراتكم كل الأحداث اللي بتحصل عشان نكون كلنا في الصورة. بنصبح على حضراتكم وصباح الخير يا مصر. نرحب بحضراتكم من جديد، وقبل ما نبدأ معاكم أخبار وفقرات صباح الخير يا مصر، خلونا نصبح على ليندا تعرفنا على آخر أخبار الطقس. ليندا صباح الخير. صباح الخير يا ليندا. صباح الخير جمانة. صباح الخير بسنت. الحقيقة النهاردة في استقرار في الأحوال الجوية. الطقس عامة بشكل عام الصبح هيكون معتدل، ولكن بالليل هيكون شديد البرودة طبعا. في الصبح بيبقى يعني لحد ما جو فيه حر كمان شوية، وبالليل بيبقى برد جدا. دي حقيقة. طب بتقول لي التفاصيل.
صباح الخير عليكم مشاهدينا، خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وفي النهاردة شبورة كثيفة الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 20، وأعلى درجة حرارة في أسوان 26، وأقل درجة حرارة في دمياط 18. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية. دلوقتي هنرجع للجمانة وبسنت عشان يبتدوا فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا ليندا. نهاردة كالعادة معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن دايما بنبدأ معاكم بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها توقيع مذكرة تفاهم بين الوطنية للثروة السمكية ووزارة الثروة الحيوانية بتنزانيا. أيضا القوات المسلحة وزعت مواد غذائية وبطاطين على الأسر الأكثر احتياجا بشمال سيناء، وسفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة. معنا كمان يا جمانة، الحكومة نفت وجود أزمة في توفير لقاح كورونا لطلاب المدارس وإطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية بر أمان في أسوان. وزيرة الهجرة تواصلت مع المصريين خلال عبورهم من حدود أوكرانيا إلى رومانيا. واخبار تانية كتير نبتديها معاك يا جمانة. شكرا كابتن، جزيل الشكر. والبداية مع المتحدث العسكري للقوات المسلحة ونشره على صفحته أمس بيان حول توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية ووزارة الثروة الحيوانية والمصائد السمكية بدولة تنزانيا لتعزيز التعاون المشترك في الاستزراع السمكي. ده طبعا بيأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم التعاون مع الأشقاء في الدول الأفريقية في جميع المجالات. والحقيقة أنه هذا الملف، ملف الثروة السمكية، هي بيشهد طفرة في مصر. يعني مصر عندها موارد ومصادر حقيقة كتير جدا للثروة السمكية، البحرين الأبيض والأحمر، ده طبعا بجانب نهر النيل والبحيرات الطبيعية، غير المزارع كمان السمكية. مصر دلوقتي هي الأولى أفريقيا والسادسة عالميا في مجال الثروة السمكية، وحققنا بالفعل حوالي 90% من الاكتفاء الذاتي. ده طبعا يعني يمكن بيأتي نتيجة جهود كبيرة جدا عملتها الدولة المصرية تجاه هذا الملف، وملف هام جدا، لأنه الحقيقة أنه الثروة السمكية هي من أهم مصادر الدخل القومي، أيضا هي مصدر من مصادر البروتينات الأمنة. صحيح يا جمانة. وخلينا كمان نتكلم عن جهود القوات المسلحة. القوات المسلحة وزعت امبارح 3000 بطانية و 4000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا، وكمان تم زراعة 50000 شتلة زيتون بقرى ومدن محافظة شمال سيناء، وده في إطار جهود القوات المسلحة المستمرة لدعم ومعاونة أبناء شمال سيناء وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية ليهم. كمان امبارح سفرت بعثة عمرة شهر رجب التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، واللي بتضم عدد من القادة وضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم. حرصت إدارة الشؤون المعنوية على الإعداد والتجهيز المتميز لبعثة العمر، بدءا من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية، أيضا الرعاية الصحية، ده عشان أداء الشعائر بكل سهولة ويسر. ماما يا ماما تلاتي يا ماما لنبينا بيبعتوا سلامات، واحدة تصلي وواحدة تصوم وواحدة تحج سبع مرات. غادرت بعثة عمرة شهر رجب التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، والتي ضمت عدداً من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم، وذلك وسط مشاعر إيمانية صادقة تملأها الفرحة والرجاء في إتمام المناسك والقبول من الله عز وجل وتنفيذ لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المعتمرين. حرصت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة على الإعداد والتجهيز المتميز لبعثة العمرة، بدءا من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والرعاية الصحية، وذلك من أجل أداء الشعائر بكل سهولة ويسر. ربي كريم هو الفتاح.
وعبر المعتمرون عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من كافة أوجه الرعاية الاجتماعية لأبنائها، داعين الله عز وجل أن يحفظ مصر من كل سوء ومكروه. وأول ما الموضوع فتح على طول كانت قوات المسلحة السباقة في هذا الموضوع، وكنا احنا من أول الأفواج اللي طلعت، وبنشكر دار الشهود المعنوية وبنشكر قوات المسلحة، يعني بصراحة يعني بأمانة تنظيم يعني فوق الرائع. أمنية كلنا بنتمناها إن احنا نزور الروضة الشريفة ونروح نعمل عمرة ونأدي المناسك. هي مشاعر فياضة، مشاعر جميلة الحقيقة. احنا في شوق وتوقين لزيارة بيت الله الحرام ولزيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة انا شايف القوات المسلحة الحقيقة بعثة محترمة وبعث كل الترتيبات الحقيقة، ترتيبات محسوبة كويس جدا الحقيقة. الزملاء في إدارة الشؤون المعنوية بيؤدوا واجبهم لخدمة جموع الضباط وأسرهم حقيقة وأسر الشهداء. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يكرمه ويكفي شر اللي يأذيه وينجيه في كل طريقه. واحدة تحج سبع مرات، ومن الجيش المصري ومن بعثة إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة لكل السلطات السعودية. الجيش المصري وأهلنا وأخواننا المصري مصر كلهم. الله يخليك. نورتونا، أهلا وسهلا بكم. طبعا احنا متعودين على الاشاعات وهي دايما كثيره، لكن المركز الاعلامي لمجلس الوزراء دايما موجود عشان ينفي هذه الاخبار. وامبارح هو نفى الاخبار اللي ترددت على السوشيال ميديا بخصوص وجود ازمه في توفير لقاح كورونا لطلاب المدارس. المركز تواصل مع وزاره الصحه واللي قالت انه الكلام ده غير صحيح بالمره، وانه تم توفير كل انواع اللقاحات لمختلف الفئات العمريه مش بس الطلاب، وعندنا كمان فائض وصل لاكثر من 75 مليون جرعه. طبعا نتمنى الجميع يبادر بالتسجيل، الناس اللي خدت كمان اول جرعه تروح تاخد تاني جرعه، اللي خدوا الجرعتين ياخدوا الجرعه التنشيطيه عشان نقدر نتخلص من هذه الجائحه ان شاء الله قريبا. طيب، في ضوء واطار تطوير وتنميه قطاع الثروه السمكيه، ايضا وزير التضامن الاجتماعي نبيل قباج اطلقت امبارح المرحله الرابعه والاخيره من المبادره الرئاسيه بر امان لرعايه صغار الصيادين في اسوان، وقالت ان المبادره سلمت 32 الف صياد مستلزمات الصيد من بدل واقية وشباك صيد وصناديق مبردة. كمان الوزيرة وقعت بروتوكول تعاون مع محافظة أسوان حول التمكين الاقتصادي ودعم الحرف التراثية. نروح دلوقتي لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عملت امبارح اجتماع عبر تطبيق زوم مع ممثلين عن الجالية المصرية المتواجدين في مختلف المدن الأوكرانية لمتابعة آخر المستجدات والاطمئنان على أوضاعهم في ضوء تطورات الوضع بالأزمة الروسية الأوكرانية. وخلال الاجتماع تواصلت مع المصريين خلال عبورهم بسلام من الحدود الأوكرانية إلى الرومانية، وقالت أن الدولة المصرية لن تدخر جهدا تجاه أبنائها في أوكرانيا. ننتقل لوزارة الداخلية، واللي نشرت امبارح فيديو بيوضح جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية والقضايا اللي تم ضبطها خلال أسبوع. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمني. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6413 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1213 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات 6106 أرجيلة، إضافة إلى غلق 4764 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق.
كما تم ضبط عدد 52,071 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 9,461 قضية تموينية متنوعة، من بينها 153 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 1,558 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 35 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 679,175 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 9,273 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت قرابة 239.5 طن سلع غذائية متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 307,555 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 68,016 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3,815 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 201 سائقا منهم، كما تم المرور على 183 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 659 من سائقي حافلة المدارس، تبين سلبية جميع الحالات، كما تم فحص 266 مركبة تبين صلاحيتها جميعا من الناحية الفنية، كما تم رفع 581 سيارة و88 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 18,866 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 398 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 85,036 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 68,365,926 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 238 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من بينها 122 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، ضبط خلالها 8,077 وحدة فنية متنوعة، كما تم ضبط 116 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 13,235 كتب أدبية وروائية وكتب دراسية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 29 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 76,092,034 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1,934 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,982,694,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 5,098,503 جنيها.
ومن الأخبار اللي حصلت امبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة، في إطار طبعا استراتيجية الشاملة لحقوق الإنسان، المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب هينظم مؤتمر حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة بمشاركة وزراء وشخصيات دولية فعالة في حركة حقوق الإنسان. كمان النهاردة مجلس الدولة هينظم أداء الدفعة الجديدة من القضاء المعينين بقرار رئيس الجمهورية لليمين القانونية قبل استلامهم مهام مناصبهم، وده هيكون الساعة 10 الصبح بمقر مجلس الدولة الرئيسي. النهاردة هيتم تنظيم المؤتمر السنوي الأول لكلية الألسن بجامعة الأقصر، وبيستهدف المؤتمر التواصل العلمي الفعال بين الباحثين والطلاب، وهيتم خلاله مناقشة 20 بحث مقدم من أعضاء هيئة التدريس. كمان النهاردة أكاديمية الأزهر العالمية هتنظم برنامج تدريبي للأئمة والوعاظ بعنوان إعداد وتأهيل المصلح الأسري، وده بهدف الحفاظ على تماسك المجتمع ودعم استقرار الأسرة المصرية. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم نكمل كلامنا، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مره تانية. من شويه ليندا طمنتنا وقالت لنا انه حاله الطقس ان شاء الله تستقر في الايام الجايه، فخلينا نعرف بقى الاخبار اللطيفه دي كده بالتفصيل من ليندا. اهلا بيكي ليندا. اهلا بيكي يا جوانا، شكرا ليكي. الاقصاد الجويه بتتوقع استقرار في الاحوال الجويه النهارده، والطقس هيكون معتدل على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه والشمال، الوجه البحري ومائل للبروده على السواحل الشماليه الشرقيه وسط سيناء، وهيكون دافي على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ومائل للدفء على شمال الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على الأنحاء كافة. النهاردة هيكون في شبورة كثيفة الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. قبل ونصارد مشاهدينا درجات الحرارة، خلونا نروح للدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا، صباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني يا دكتور، ارتفاع درجات الحرارة هيستمر لحد إمتى؟ هو احنا مستمرة معانا اليوم ولمدة 72 ساعة ان شاء الله، استقرار في الأحوال الجوية، أجواء شتوية مستقرة على كافة الأنحاء، زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار مع ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، يمكن اليوم بترتفع عن الأمس بحوالي من درجة لدرجتين، والطقس خلال فترة النهار بيكون معتدل الحرارة على شمال البلاد دافي على جنوب البلاد خلال فترة النهار، لكن خلال فترة الليل ومع غياب أشعة الشمس درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، والطقس بيكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية. يمكن في فرق كبير بين درجات الحرارة خلال فترة النهار وخلال فترة الليل بيوصل لأكثر من 10 درجات، عشان كده احنا دايما بنحذر في الفترة دي من عدم تخفيف الملابس والاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية خلال فترة النهار وخلال فترة الليل. طب يا دكتور، موجة الطقس البرد اللي هي بالليل متوقع ان هي تنتهي امتى؟ لا، هي مستمرة معانا يعني الى انتهاء ان شاء الله فصل الشتاء، لان احنا دايما في الفترة دي الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا بتبقى جاية من على الصحراء، فبتبقى الكتل الهوائية نسب الرطوبة فيها منخفضة، فهنظل خلال ساعات الليل بنتأثر بالأجواء الشديدة البرودة خاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، فهي مستمرة معانا فترة. خلال فترة النهار الطقس دافي، خلال فترة الليل الطقس شديد البرودة، ودايما دي الفترة اللي احنا دايما مش عارفين نلبس الصبح ايه وبالليل ايه، فيعني هي دي الفترة حرجة. وكمان عندنا بقى شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، هي شبورة مائية ان شاء الله خفيفة مش هتأثر على حركة المرور، لكن نخلي بالنا برضو والقيادة تبقى بهدوء تاني. طيب، هل الأيام اللي جاية هتشهد تغيرات في درجات الحرارة؟ وارد جدا ان شاء الله، يمكن مع انتهاء هذا الاسبوع نشهد انخفاض في درجات الحراره عن القيم اللي هنسجلها يوم الثلاث والاربع، ففي انخفاض في درجات الحراره يعني هتوصل للعظمى على القاهره ما بين 18 و17 درجه مئويه، فوارد جدا يحصل تقلبات جويه، عوده الامطار ثاني على سواحلنا الشماليه وشمال الوجه البحري، فرص لسقوط الامطار، ففي تقلبات جويه هتحصل نهايه الاسبوع، وارد جدا تتكرر ثاني الى انتهاء فصل الشتاء باذن الله. طب بالنسبه يا دكتور للشبوره الصباحيه، تستمر معنا لحد امتى؟ وهل هتبقى قويه في الايام اللي جايه؟ هي الشبوره المائيه خلال هذه الايام هي شبوره مائيه خفيفه،
على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، عشان احنا بنسب رطوبة منخفضة خلال فترة الليل. هي مستمرة معنا غدا، لكن الثلاث والأربع والخميس الجايين إن شاء الله مش هيكون في شبورة مائية بسبب وجود بعض نشاط للرياح. هنشهد نشاط رياح على بعض المناطق، فمش هيكون موجود شبورة مائية بإذن الله. شكرا لحضرتك يا دكتور. يعني مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي مشاهدينا خلونا نروح ونستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، وهنبتديها كالعادة من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 20 والصغرى بتسجل 10، الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 10، مرسى مطروح العظمى 19 والصغرى 9، سيوة العظمى 19 والصغرى 8، بورسعيد العظمى 18 والصغرى 10، دمياط العظمى 18 والصغرى 10، الإسماعيلية العظمى 20 والصغرى 10، والسويس العظمى 20 والصغرى بتسجل 11. هنروح لعريش العظمى فيها 18 والصغرى 9، طابق العظمى 20 والصغرى 11، سان كاترين العظمى 21 والصغرى 4، شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 15، الغردقة العظمى 25 والصغرى 15، الفيوم العظمى 21 والصغرى 9، بني سويف العظمى 21 والصغرى 8، والمنيا العظمى 21 والصغرى بتسجل 7. هنروح لأسيوط العظمى فيها 22 والصغرى 7، سوهاج العظمى 23 والصغرى 9، قنا العظمى 24 والصغرى 10، الأقصر العظمى 25 والصغرى 10، أسوان العظمى 26 والصغرى 12، الوادي الجديد العظمى 24 والصغرى 6، شلاتين العظمى 26 والصغرى 12، وأخيرا حلايب العظمى 24 والصغرى بسجل 13. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع للجمانة وباسنت عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا واصل. شكرا لك يا ليندا. بطولة العالم للتجديف داخل القاعات واللي بتشارك فيها مصر ب 22 لاعب في إنجاز طبعا غير مسبوق، كون مصر الدولة الأفريقية اللي بتمتلك أكبر عدد من اللاعبين المشاركين في البطولة العالمية. تفاصيل أكتر هنشوفها في التقرير اللي معنا. طبعا هو يعني منذ جائحة كورونا وحصل تغيير في العالم كله، كان دايما بنسافر لهذه البطولات، ولكن مع جائحة كورونا كان أول مرة العام الماضي يتم عمل أونلاين بطولة افتراضية بتنظم عن طريق الاتحاد الدولي للتجديف من سويسرا، وهم بيتحكموا في كل حاجة، وكل جهاز بيبقى موجود بيبقى عليه verification number أو رقم تحقق لكل جهاز، وفي تحقق من شخصية كل واحد، يعني ليهم نظام خاص لهذا الموضوع. فالسنة دي في مشارك فيها 29 دولة، والحمد لله كان بيبقى في تصفيات قبليها في أفريقيا، يعني كل قارة بيتم تصفيات لعدد منها. عن طريق قارة أفريقيا احنا تم تأهيل 22 لاعب من المنتخب اللي هي المصري بيشاركوا هو النهاردة في هذه البطولة. احنا مشاركين في بطولة العالم ب 23 لعيب اتأهلوا من أفريقيا. الحمد لله امبارح كانت النتائج كانت كويسه قوي، حققنا 3 ميداليات ذهب وواحده برونز. بصراحه اللعيبه كانوا يعني عند حسن ظن الاتحاد وعند حسن ظن المديرين الفنيين بتوعهم، وان شاء الله النهارده نقدر نحقق نتائج يعني زي امبارح ان شاء الله. هي بطوله العالم للتجديف الارضي على الاجهزه اسمها اجهزه الاربوميتر يعني، وهي دي مش اول سنه ليها، دي ثالث سنه ليها يعني مستمره. احنا ان شاء الله الحمد لله السنه دي حققنا مراكز افضل من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت جبنا مركز اول ناشئ بنت كان اسمها ساره ظافر، خدت اول على العالم في ال 500 متر، لكن السنه دي جبنا اول على العالم في اللايت ويت الخفيف الوزن العمومي وال 23، العمومي كان اللي هو محمد علاء قوطه، وال 23 ادهم محجوب المهندس. تيم كبير خالص اللي هو الرجال العمومي خد اول في المسافه اللي اتعمل. فنلندا السنة اللي فاتت كانت دولة قوية وكسبتها مننا بحاجات بسيطة بفضل الله بفضل الله، ثم المدير الفني اللي معانا قدرنا نتحقق عليها السنة دي وكسبناها برضو بحاجات بسيطة جدا جدا جدا، كانت المنافسة صعبة جدا. شاركت في إيفنت الثلاث دقائق رجال، الحمد لله حققنا الميدالية الذهبية والمركز الأول، كان سباق قوي جدا. نحن حققنا المركز الأول بنفس عدد المتر بتاع منتخب فنلندا، فخدنا الاول مكرر اول بالتساوي، فكان منافسه قويه جدا جدا لحد اخر ثانيه في السباق. الحمد لله انا بقالي سنه في التجديف بالظبط، ما كملتش سنه بالظبط يعني، ودخلت منتخب مصر والحمد لله فضل من عند ربنا،
جبت 6-5 ودي ناس كتير بتقعد علشان تجيبها كتير، والحمد لله ده فضل من عند ربنا هنا، وان شاء الله ربنا يكرمني في اللي جاي. كنا بنعمل تستات قبل البطوله باسبوع، الارقام كانت عاليه جدا وكانت كويسه وما حققناش امبارح، لو كنا حققنا امبارح كنا جربنا بكتير اكتر، فدي مع يعني اختلاف الجو والتمرين والكلام ده ان شاء الله النهارده هنحقق احسن ونجيب ارقام عاليه. وهي البطوله كانت قويه وكانت منظمه بشكل كويس، والاتحاد الدولي يعني ان شاء الله هيبعت ميداليات السنه دي. دي تاني مره نشارك فيها على مستوى ان هي تبقى فيرتشوال اونلاين، يعني في العادي بتبقى بنسافر وبنروح مكان وكده، والمره دي فيرتشوال. من السنه اللي فاتت بدا المشاركه فيها تبقى على مستوى كبير، وكان السنه اللي فاتت كان الليد السيدات، الصراحه النتائج بتاعتنا السنه اللي فاتت كانت عظيمه، والسنه دي ان شاء الله برضو بنجتهد ان احنا نعمل نتائج حلوه، واحنا كلنا عايزين نرفع اسم مصر طبعا، وعايزين نعمل نتائج حلوه، وان شاء الله بنفرش طريق للناس اللي جايه ويعملوا نتائج احلى ان شاء الله مننا كمان. مصر يعني صنعت التاريخ طبعا بعد وجود 22 لاعب ولاعبه من المنتخب المصري في بطوله العالم للتجديف، والحقيقه دي تاني مشاركه لمصر، ويعني قدرت مصر انها تحصل العام اللي فات على 5 ميداليات ذهبيه. احنا مستنيين طبعا المزيد وكلنا فخر بابطالنا. خلينا نروح لهم اكيد كل التوفيق طبعا اكيد يا فسد. طيب خلينا نروح لموضوع اخر، والحقيقه انه في اهتمام رئاسي بمشروعات الطرق العملاقه اللي بتتم في القاهره الكبرى، عشان كده بنشوف متابعه شخصيه من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجولات اللي بيقوم بيها على المشروعات دي، اخرها كمان كان تفقد اعمال انشاء محور حسب الله الكفراوي اللي بيربط بين جنوب القاهره منطقه المعادي بمناطق واحياء شرق القاهره والتجمع. تهدف المشروعات القومية للطرق والمحاور الجديدة لخلق توازن في الكثافة المرورية وتوزيعها وتسهيل الحركة على المواطنين. تلك الأهداف التي يسعى لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحظى هذه المشاريع بمتابعة شخصية منه من خلال جولاته التفقدية لأماكن تنفيذ هذه المشاريع. وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة ومنطقة المعادي بمناطق وأحياء شرق القاهرة والتجمع، مروراً بالكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري ومحور الشهيد، وصولاً للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي. الجولة التفقدية للرئيس تضمنت عدداً من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، فضلاً عن مشروع الماذا بارك لتطوير منطقة الموقف السابق للنقل الجماعي وتحويل المنطقة إلى مقصد ترفيهي حديث ومتكامل الخدمات. ليست الجولات فقط، ولكن هناك أيضاً اجتماعات مستمرة للرئيس لمتابعة الموقف التنفيذي لجهود تطوير الطرق والمحاور بغرب القاهرة، سواء من خلال توسعة المحاور الحالية أو إنشاء محاور جديدة، بما فيها إنشاء محور موازي لمحور 26 من يوليو بطول 12 كيلومتر لتتكامل مع ما تم من تطوير بشرق القاهرة، وذلك في إطار العمل على حل مشكلة الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى. هذا بالإضافة إلى تعزيز جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق بالقاهرة الكبرى، تحقيقاً لسهولة ويسر الحركة للمواطنين من مرتادي تلك الطرق والمحاور، وللقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات. العاصمة الإدارية الجديدة هي وجهة الجمهورية الجديدة، عشان كده بيحصل فيها نقلة نوعية غير مسبوقة من حيث طبعا الإمكانيات الهائلة والمشروعات العملاقة اللي بتتم هناك، سواء مصالح حكومية أو مناطق سكنية وترفيهية. عشان كده العاصمة الإدارية بقى حصلت على جوائز كتيرة جدا، أخرها جائزة البرلمان العربي كأفضل مشروع عربي لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2021. العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ مصر من حيث الإمكانيات الهائلة التي تضمها داخل أرجائها، لتصبح الأرض الصحراوية الخالية من الحياة مقراً لعاصمة جديدة تضم عشرات المشاريع العملاقة والمناطق السكنية والمصالح الحكومية الذكية.
وكان لهذا النجاح مردوده الإيجابي وهو حصول مصر على جائزة البرلمان العربي للعاصمة الإدارية كأفضل مشروع عربي لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2021، كما أنها تعد نموذجاً عربياً يحتذى به للمشروعات الاستثمارية والتطويرية. ويأتي ذلك من الاهتمام المباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحيث استعرض مؤخراً الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مسجد مصر والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، لا سيما قاعة دار القرآن الكريم، فضلاً عن عرض الموقف التنفيذي لكل من ساحة الشعب وسير العلم وكذلك القيادة الاستراتيجية. أيضاً يتابع مجلس الوزراء سير العمل في مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وموقف تنفيذ أعمال البنية الأساسية والإنشاءات، لا سيما في مباني الحي الحكومي، وذلك في ضوء توقيتات التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد، فضلاً عن تحديد الجهات المسؤولة عن أعمال الصيانة والتشغيل للمقار الحكومية، هذا بالإضافة إلى أعمال تنفيذ شبكات المرافق واستكمال أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام بما يليق بهذا المشروع، إضافة إلى موقف استكمال تنفيذ أعمال البنية المعلوماتية وشبكات الاتصالات في نطاق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها عنصراً هاماً ضمن أهداف إقامة هذا المشروع الذي يستهدف تطوير العمل الحكومي. الثامنة صباحاً موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع ليندا، تفضلي يا ليندا. شكراً جمانة. الثامنة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلاً بكم. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم حول الأزمة الأوكرانية، ومن المقرر أن يصوت المجلس على الدعوة لعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا لمناقشة العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. ويأتي طلب عقد الجلسة بشأن أوكرانيا بعد أن استخدمت روسيا حق النقد الجمعة لرفض مشروع قرار لمجلس الأمن كان من شأنه أن يدين الهجوم الروسي. دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى فرض عزل تام لروسيا دبلوماسيا وماليا. وخلال اتصال هاتفي رحب جونسون وزيلينسكي برغبة الدول الغربية في استبعاد موسكو من نظام سويفت المصرفي بحسب ما أعلن داونينغ ستريت. هذا وأكد الزعيمان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواجه مقاومة من أوكرانيا أشد مما توقع. قالت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا إن القوات الروسية فجرت خط أنابيب للغاز الطبيعي في مدينة خاركيف، ونشرت خدمة الاتصالات تسجيلا مصورا للانفجار، ولم يتضح على الفور مدى أهمية خط الأنابيب وما إذا كان التفجير قد يعطل شحنات الغاز خارج المدينة أو البلاد. أكد قصر الإليزي أن فرنسا سترسل أسلحة دفاعية ووقودا إلى أوكرانيا، مضيفا أن باريس ستتحرك أيضا ضد وسائل الإعلام الروسية التي تبث ما وصفها بالمعلومات المضللة عن العملية العسكرية في أوكرانيا. قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن وزراء خارجية الاتحاد سيبحثون اليوم الأحد في اجتماع عبر الفيديو اتخاذ إجراءات إضافية لدعم أوكرانيا وضد العملية الروسية. وأضاف بوريل في تغريدة عبر موقع تويتر أنه سيقترح مجموعة من المساعدات الطارئة للقوات المسلحة الأوكرانية لدعمها في قتالها. أعلنت روسيا إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا، وذلك ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها تلك الدول لمعاقبة موسكو على مهاجمتها أوكرانيا. وقالت وكالة الطيران المدني الروسية في بيان إن هذا الحظر سينطبق أيضا على رحلات الترانزيت التي تسيرها الشركات المعنية عبر المجال الجوي الروسي. وكانت روسيا قد أغلقت السبت مجالها الجوي أمام الطائرات المرتبطة ببلغاريا وبولندا والتشيك بعد قرار مماثل اتخذته هذه الدول ضد الشركات الروسية.
قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة غير معلومة الهوية باتجاه الشرق، مرجحة أنها أحدث تجربة صاروخية تجريها جارتها. ويأتي ذلك بعد شهر من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى من طراز هو سونغ 12، وهو أكبر سلاح يتم إطلاقه منذ عام 2017 في اختبار اختتم شهرا شهد إجراء عدد قياسي من التجارب على صواريخ معظمها متوسطة المدى في يناير الماضي. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 1200 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 410,948 حالة. وأشارت الوزارة في بيانها اليومي إلى أنه تم تسجيل 1743 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته، لافتة إلى وفاة 35 حالة جديدة. نهاية موجز الثامنة، نعود استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحب بحضراتكم من جديد من بعد الفاصل. طبعا كلنا عارفين ان مصر عامله دور كبير جدا ومهم جدا في نشر طبعا فكر الوسطي المستنير للدين الاسلامي بمختلف اللغات. وزاره الاوقاف كان ليها دور كبير جدا وعامله مشروع مهم جدا لترجمه معاني القران الكريم. تعالوا نعرف يعني ايه معاني القران الكريم واهميه هذا المشروع من ضيفنا الدكتور محمد ابو ستيت مدير المكتب الاعلامي بوزاره الاوقاف على التليفون. صباح الخير على حضرتك. صباح النور يا فندم، اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم، وحابين نعرف منك اهميه هذا المشروع. يعني البعض ممكن يقول ازاي مهم ان احنا نترجم القران الكريم للغات مختلفه ومعاني القران الكريم، اهميه هذا المشروع ايه يا فندم؟ بالتاكيد اسمحي لي ان انا اقول لحضرتك زي ما حضرتك وضحتي ان وزاره الاوقاف تطلع بدور بارز جدا في نشر الفكر الوسط المستنير سواء داخليا او خارجيا. داخليا وزاره الاوقاف بفضل الله تبارك وتعالى وخلال 7 سنوات ونصف اصدرت للعالم كله حوالي نحو 310 اصدار ما بين مؤلف ومترجم الى اللغات الاجنبيه المختلفه. هذه الإصدارات تتميز بالفكر الوسطي المستنير وبتقديم دعوة وسطية للعالم كله، وليست قاصرة على الفكر الديني فقط ولكنها أيضا تشمل الثقافة الإسلامية العامة الرشيدة، وليست قاصرة على فئة معينة من الناس بل تخاطب جميع الفئات، فئة الشباب، فئة الأطفال، فئة العلماء والمثقفين. إصدارات الأوقاف بفضل الله تبارك وتعالى منتشرة في كل مكان سواء باللغة العربية أو باللغات الأجنبية المختلفة. من هذه الإصدارات ومن أهمها كتاب المنتخب. كتاب المنتخب تم ترجمته أو وضع سنة 1985 بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. قام على وضع هذا المنتخب نخبة من كبار علماء التفسير في جامعة الأزهر والجامعات المصرية. تم ترجمته بفضل الله تبارك وتعالى إلى 12 لغة أجنبية، منها اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والألمانية والإسبانية وغيرها من اللغات. العام الماضي العام الماضي فعلا ترجمنا معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأردية، وهذا العام ترجمناه إلى اللغة اليونانية وصدرت ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة اليونانية في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 56. نعكف حاليا على ترجمته إلى لغة الهوسة وهي لغة مهمة جدا، أغلب العالم يتكلم بهذه اللغة. يترجم حاليا وإن شاء الله قريبا تصدر هذه الترجمة، كما تم عقد اجتماع بالامس. معالي وزير الاوقاف عقد اجتماع بالامس مع لجنه الترجمه الى اللغه العبريه
لوضع التصور النهائي لهذه الترجمة والبدء في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأردية إلى اللغة العبرية. طيب دكتور محمد، حضرتك اتكلمت طبعا عن كتاب المنتخب، وكتاب المنتخب هو يعني عبارة عن تفسير مختصرة وميسرة لمعاني القرآن الكريم. طب عايز أعرف من حضرتك يا فندم يعني عن اللجنة المكلفة إن كان بترجمة الآيات القرآنية أو ترجمة كتاب المنتخب، إن كانت اللجنة المكلفة عفوا بالترجمة أو حتى يعني التصليح أو إعادة النظر في هذه الترجمة، لأنه أحيانا بيكون في مصطلحات بتكون محتاجة بعض التدقيق أكتر. لا شك في هذا، زي ما حضرتك تقدمتي، اللجنة التي تقوم بهذه الترجمة هي لجنة متخصصة في اللغة التي تترجم إليها، سواء كانت اللغة الأردية أو اللغة اليونانية أو اللغة العبرية أو لغة الهوسة، لجنة متخصصة من جامعة الأزهر ومن الجامعات المصرية. أولا بيصل إليهم النسخة العربية من كتاب المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم. طبعا هذه النسخة تم مراجعتها أكثر من مرة، وفي كل مرة تطبع النسخة إلى اللغة العربية يتم مراجعتها والوقوف على التفسير ومعاني القرآن الكريم بما استجد من أمور. احنا وصلنا فيها إلى 37 حتى الآن، يعني طبع أكثر من 30 مرة كتاب المنتخب باللغة العربية. بتأتي آخر نسخة من النسخ المطبوعة ويتم وضعها أمام اللجنة التي ستقوم بالترجمة وتعكف على ترجمتها إلى اللغة المراد الترجمة إليها. طبعا حين إعادة طبع هذه النسخة، سواء إعادة طبع اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها من اللغات، بتتم مراجعة المصطلحات وتتم الوقوف على أحدث المصطلحات في هذه اللغة وإعادة صياغتها مرة أخرى في نفس المعنى وفي نفس الفاظ. يعني يا فندم بيكون في بيتم الاستعانة بخبراء أجانب، أو بمعنى أصح خبراء يتحدثون تكون هذه لغتهم الأم أيا كانت اللغة، ولا كلهم مصريين؟ الاستعانة، اللجنة مشكلة من أساتذة جامعة الأزهر، يعني اللجنة في اللغة العبرية أو الترجمة إلى اللغة العبرية الأستاذ الدكتور سعيد عطية مطاوع، ده العميد السابق لكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، ويعاونه أيضا عدد من أساتذة الجامعة في الترجمة إلى اللغة العبرية أو غيرها من اللغات. أيضا نستعين بمتخصصين من جامعة الأزهر ومن الجامعات المصرية كجامعة عين شمس أو جامعة القاهرة، من أهل التخصص ممن يتحدثون باللغة العربية ويفيدوننا اللغة المترجم إليها، سواء لغة عبرية أو لغة يونانية أو غيرها من اللغات الأجنبية. الحمد لله إحنا عندنا في مصر أساتذة متخصصين في جميع اللغات في كليات الترجمة. احنا متأكدين يا فندم، لكن هو الفكرة انه حتى باللغة العربية القرآن الكريم عفوا ممكن يبقى احنا حتى لينا المتحدثين بالعربية بعض التفاسير بتكون صعبة علينا، محتاجين متخصصين. فاحنا سؤالي لحضرتك، انا متأكدة ان هم أساتذة، لكن هل بيكون في اختبارات معينة بتقوموا بيها؟ بالتأكيد بيتم عرض الأمر على مجموعة من الناس أو من المتخصصين في هذه اللغة أيضا من مصر، يعني سواء بعد انتهاء الترجمة بيتم مراجعتها من متخصصين من مصر غير اللجنة المشكلة لمراجعتها. طيب دكتور محمد، حضرتك قبل قليل تحدثت انه احنا عندنا 310 اصدار بلغات مختلفة، عايز اعرف من حضرتك يا فندم مردود هذه الاصدارات، يعني لأي مدى قدرنا نوصل للخارج، ولأي مدى قدرنا نوصل لجنسيات مختلفة، وازاي يعني تم التواصل او تم التعامل او يعني الانطباعات عن هذه الاصدارات ايه يا فندم، المردود اللي جالنا من الخارج ايه؟ بفضل الله تبارك وتعالى احنا لا يمر شهر على وزارة الأوقاف إلا وتخرج للعالم الإسلامي فكرا جديدا وكتابا جديدا. الحمد لله منذ أيام أو منذ يومين أعلن معالي وزير الأوقاف عن كتاب عقد المواطنة، وهو ثمرة من ثمرات مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي اختتم أعماله يوم 13 فبراير الماضي بالقاهرة بحضور أكثر من
100 عالم من 50 دولة على مستوى العالم خلالها جلسات هذا المؤتمر. أغلب المشاركين في هذا المؤتمر أشادوا بإصدارات وزارة الأوقاف، ولعلم حضرتك هم من دول أجنبية مختلفة، بعضهم يتحدث العربية وبعضهم لا يتحدث العربية، وصلت إليهم إصدارات الأوقاف إما عن طريق الإهداء عن طريق السفارات المصرية في مختلف دول العالم أو عن طريق منافذ البيع بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتم إرسالها إليهم عن طريق السفارات أيضا بالتنسيق مع وزارة الخارجية. بفضل الله تبارك وتعالى تم إرسال أكثر من 200 ألف كتاب إلى مختلف دول العالم من إصداراتنا الأجنبية. إحنا بالتعاون مع وزارة الثقافة ترجمنا الإصدارات العربية في سلسلة رؤية المترجمة باللغة الإنجليزية، أصبح في حقيبة تتكون من 10 كتب مترجمة إلى اللغة الإنجليزية وحقيبة من 10 كتب مترجمة إلى اللغة الفرنسية، بالإضافة إلى الإصدار الأول مجموعة مكونة من 20 كتابا في سلسلة رؤية للفكر المستنير باللغة العربية، والإصدار الثاني من سلسلة رؤية 15 كتابا باللغة العربية في الفكر المستنير أيضا. هذه الكتب وهذه المجموعات يتم شحنها بمجرد إصدارها وبمجرد أخذ الموافقة عليها من وزارة الخارجية إلى سفاراتنا في مختلف دول العالم. بفضل الله تبارك وتعالى يتم توزيعها على الراغبين في الاطلاع على هذه الكتب في الدول الأجنبية وأيضا على مراسلي وكالات الأنباء في مصر أيضا. دكتور محمد، يعني في الحقيقة مجهودات كبيرة قوي بتقوم بيها وزارة الأوقاف المصرية ودور ريادي في ترجمة اللغة عامة العربية في القرآن الكريم للغات تانية، في إصدارات أكتر من 12 لغة تمت الترجمة ليها، سواء حتى كتاب المنتخب اللي بيحرص على ترجمة التفاسير بشكل مبسط وبتقوموا بإهدائها لهذه الدول سواء عن طريق السفارات أو حتى طرحها على الموقع الرسمي للوزارة. احنا بنشكركم على هذه المجهودات الكبيرة، كل الشكر الدكتور محمد أبو ستيت مدير المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف. ننتقل لموضوع آخر، موضوع هام جدا الحقيقة، هو جهود الدولة في تبطين وتأهيل الترى. هنتكلم تحديدا عن محافظة المنيا واللي قربت تنتهي من المرحلة الأولى لمشروع تأهيل وتبطين الترى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. المرحلة الأولى بتضم 206 ترعة بيتم تأهيلها وتبطينها بتكلفة 1,800,000,000 جنيه. احنا معانا دلوقتي على تليفون مهندس عبد الحميد البركاوي وكيل وزارة الري بالمنيا. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا استاذة بسنت، وصباح الخير استاذ الممانة، وكل سنة وحضراتكم والشعب المصري طيب بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. يعني في البداية يا فندم، حابين نؤكد على المشاهدين ونوضح أهمية هذا المشروع، مشروع تبطين وتأهيل الترع، وأيضا حجم المساحة المستهدف تبطينها وعدد الترع المندرجة بالخطة في محافظة المنيا تحديدا. يعني احنا عارفين انه بشكل عام في هذه الخطة هو 20,000 كيلومتر المطلوب تأهيلهم وتبطينهم، لكن في المنيا تحديدا يا فندم. كما تفضلت يا حضرتك، المشروع ده من المشروعات المهمة جدا اللي ضمن مشروعات حياة كريمة اللي بيتبناها فخامة السيد الرئيس واللي احنا بنشكره عليها. هذا المشروع اللي هو تأهيل وتبطين الترع دي عدة مميزات كبيرة، لكن قبل البدء في مميزات هذا المشروع نوضح بعض الأشياء عن محافظة المنيا. محافظة المنيا طبعا هي من أكبر محافظات الجمهورية على بالنسبة للزمام الزراعي، حوالي 650,000 فدان، بالإضافة لاستصلاح أكثر من 150,000 فدان اللي بيخدمها عدد ترع يزيد عن 800 ترع بإجمالي أطوال 3,100 كيلو، منها ترع التوزيع اللي هي الترع الصغيره 2,500 كيلو دي المقرر ان شاء الله تاهيلها على مدار 3 سنين القادمه. احنا ابتدينا في المنيا هنا بحوالي وصلنا حاليا كمان 222 ترع دول باجمالي استثمارات حوالي 2,400,000,000. نفذنا في المنيا حوالي 465 كيلو المستهدف ان شاء الله لغايه 30/6 القادم ان شاء الله نتعدى 600 كيلو. نسبة التنفيذ تصل لحوالي 64% حاليا، طبعا بالإضافة إن احنا وعدنا معالي الدكتور الوزير محمد عبد العاطي إن احنا سنصل ب
الكمية المطروحة في المينا قبل 30/6 اللي حوالي 1000 كيلو إن شاء الله. طب حضرتك يا فندم بتختاروا على أساس إيه الترع؟ يعني هل بيتم اختيار الترع المستهدف تبطينها طبعا حسب أولويات معينة أنتوا بتحطوها؟ هو سؤال جميل من حضرتك. هو طبعا دي اختيار الترع ليه عدة أولويات، منها أساسا الترع المتعبة بالإضافة إلى الترع زماماتها كبيرة وفيها بعض المشاكل في نهاية الترع، لأن في الآخر الغرض من المشروع أو المستهدف من هذا المشروع تحديدا أولا أساسي هي عدالة توزيع المياه، يعني وصول المياه لنهاية الترع المتعبة، وبالإضافة ل يعني تخفيض تكاليف الصيانة الخاصة بالترع وتحسين البيئة والناحية الجمالية وإعادة القطاعات التصميمية للترع لوضعها الطبيعي لتوفير المياه المهدرة. طيب باشمهندس، يعني الحقيقة هذا المشروع بيستهدف توفير فرص عمل وأيضا بيزيد من نسبة الأراضي الزراعية المكتسبة، عايز أعرف من حضرتك حتى الآن قد إيه قدرنا نوفر فرص عمل وهل هناك حصر للأراضي الزراعية المكتسبة؟ هو يا فندم حضرتك مبدئيا هو كل كيلو من تأهيل الترع يتم توفير فرص عمل لأكثر من 150 ده مع كل في كل كيلو؟ كل كيلو 150 عامل، ما بين عامل وما بين فني وما بين مهندس وما بين سائق المعدات، فبالتالي حضرتك يعني الرقم كبير جدا لانه من المشروعات الكثيفه العمل وبتعمل على توفير فرص عمل خاصه في مناطقنا احنا اللي محتاجين فيها لفرص العمل الكبيره. طبعا حضرتك الوضع الطبيعي بعد تاهيل الترع احنا بنستعيد بعض الاراضي اللي كان متعدى عليها خاصه في على جسور الترع والمنافع، لان احنا بنعيد وضع الجسور لوضعها الطبيعي، فده مشروعات المشروع اللي فيه عائد كبير على المواطن وفي نفس الوقت ليه مردود شعبي ومردود عند لدى الجماهير عالي جدا ورضا كامل عن هذا المشروع. طب مشروع زي ده كبير محتاج انه يبقى فيه اوجه تعاون كبيره بين مختلف الجهات، يعني ايه هي اوجه التعاون بين حضراتكم طبعا في وزاره الري والجهات التنفيذيه في المحافظه؟ طبعا احنا على تعاون كامل مع جهه المحافظه في كل المجالات، لكن هذا المشروع تحديدا لانه هو طبعا يعتبر من المشروعات الرئيسيه في حياه كريمه، وده بيتم متابعه مشروعات حياه كريمه برئاسه معالي المحافظ اللي هو اسامه القاضي محافظ المنيا اسبوعيا في اجتماع يوم الاربعاء بيتم فيه تنسيق العمل ومتابعه الاعمال اللي بتتم، بالاضافه ان هو المشروع ده لابد له عشان يعود بالفائده الكامله عليه ان هو بيؤدي لتحسين الوضع البيئي عامه في القرى من خلال حياه كريمه، فبيؤدي الى وقف اي نوع من التعديات او القاء المخلفات داخل الترع نتيجه لتحسين وضع القريه المصريه ضمن مشروع حياه كريمه. باشمهندس اكيد في تحديات واجهتكم في تنفيذ المرحله الاولى، عايز اعرف من حضرتك التحديات اللي واجهتكم وايضا ازاي بيتم العمل عليها عشان تقدروا يعني تعدوا بيها في المرحله اللي جايه المرحله الثانيه، عايز اعرف من حضرتك ايه المرحله كمان القادمه من مشروع تبطين وتاهيل الترع في المنيا تحديدا؟ هو ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك كده في البدايه ان احنا ان شاء الله مقرر ان احنا نصل فيه، اولا لان احنا حاليا طافيين 436 كيلو اللي احنا شغالين فيها حاليا، وفي تجهيز لي او مش تجهيز ده ان شاء الله تم توفير الاعتمادات الماليه ليها لحوالي 60 كيلو في مركز ملاوي ومركز مغاغه، بالاضافه للجاري تجهيز 70 كيلو اخرى في مركز صمالوط للطرح، فان شاء الله نعمل نصل ان شاء الله في المرحله الجايه ان احنا نصل في المنيا ل 1000 كيلو لنطرحها ونبتدي في تنفيذها ان شاء الله. التحديات طبعا احنا كان بتواجهنا موضوع التنفيذ اللي هي التعديات على الجسور، بدايه التعامل او الناس تحس باهميه المشروع، فبدات مع بدايه المشروع وبدايه النتائج اللي هي تمت من خلاله من وصول المياه ومياه للنهايات، ودي كانت نقطه رئيسيه، بدات الامور في قناعه باهميه هذا المشروع، بل في ضغوط علينا من جهات مختلفه منها مواطنين مباشر او من بعض الساده النواب لادراج بعض الترع في دوائرهم لهذا المشروع.
طبعا يعني فندم احنا هي مجهود كبير جدا، وهذا مشروع هام يعني بيهدف لتعظيم الاستفادة من مواردنا المائية بشكل كبير. نشكر حضرتك جزيل الشكر المهندس عبد الحميد البركاوي وكيل وزارة الري بالمنيا، نشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم بعدها نكمل كلامنا، خليكم معنا. بنصبح على حضراتكم مشاهدينا مرة تانية، وأهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. Hits one! Oh, what a goal! بنبتدي أخبارنا الرياضية مع فريق النادي الأهلي اللي خسر من فريق سان داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد القاهرة ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. كمان فريق الزمالك خسر من فريق الوداد المغربي بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعت الفرقتين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وبكده بيحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، وبيتصدر باترو أتلتيكو الأنجولي المجموعة برصيد 7 نقط والوداد المغربي برصيد 6 نقط. اختتم فريق المصري بقيادة معين الشعباني المدير الفني استعداداته امبارح لمواجهة أوتوهو الكونغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في نسختها 19، واللي هتجمع الفرقتين الساعة 6 بالليل في العاصمة الكونغولية كينشاسا. وحقق المنتخب المصري لكرة السلة بقيادة الكندي روي رانا المدير الفني فوز كبير على المنتخب الكيني في الجولة الثانية من الدور الأول لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم اللي هتتلعب في السنغال بنتيجة 105-51. وخطف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الفوز من فريق أفرتون بنتيجة 1-0 في المواجهة اللي اتلعبت بينهم ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإنجليزي، وبكده بيحتل مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، وأفرتون في المركز 17 برصيد 22 نقطة. مانشستر يونايتد اتعادل 0-0 قدام فريق واتفورد في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ورفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 47 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، واتفورد للنقطة 19 في المركز 19 وقبل الأخير. اكتسح فريق توتنهام فريق ليدز يونايتد بنتيجة 4-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الإنجليزي. بالنتيجة دي رفع فريق توتنهام رصيده للنقطة 42 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتجمد رصيد ليدز عند النقطة 23 في المركز 15. وريال مدريد حقق فوز صعب على فريق رايو فايكانو بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني الليجا، ونجح ريال مدريد في تعزيز صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، وقف رصيد رايو فايكانو عند 31 نقطة في المركز 12. وبكده مشاهدينا خلصت اخبارنا الرياضيه، دلوقتي هنرجع لجوانا باسانت عشان يكملوا بقيه فقرات صباح الخير يا مصر. اليك ليندا، بشكرك شكرا جزيلا. والحقيقه احنا لسه مكملين في فقرتنا الرياضيه مشاهدينا الكرام، للاسف خسارتين للاهلي امام سان داونز والزمالك امام الوداد المغربي في بطوله دوري الابطال الافريقي،
بكده الموقف بيتعقد جدا، الفريقين في المجموعة الأولى والرابعة، موقف صعب. خلينا نشوف أسباب الخسارة وموقف الفريقين مع الأستاذ محمد مهدي الناقد الرياضي. محمد صباح الخير عليك، ودايما منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليكم وعلى كل المشاهدين الكرام. صباح الخير عليك. يعني موقفين صعبين لإن كان للنادي الأهلي أو لنادي الزمالك. خلينا نبدأ معاك بالنادي الأهلي. النادي الأهلي كمان يعني خسر على أرضه ملعبه، دي حاجة صعبة يعني ما كانتش متوقعة كمان. بص بالظبط، لأن كل الترشيحات كانت يعني في صالح النادي الأهلي، وده يعني سبب من الأسباب الخسارة في النادي الأهلي امبارح، إنه كان في ثقة زيادة أولا عند الجمهور، وثانيا عند لاعبي النادي الأهلي وعند المدير الفني بيتسو موسيماني، فبالتالي كل العوامل دي أدت إلى خسارة النادي الأهلي بالأمس أمام صن داونز. طبعا خسارة مفاجأة بشكل كبير، الناس كلها كانت متوقعة أن الأهلي يكسب صن داونز بنتيجة كبيرة، خصوصا أنه صن داونز ليس هو صن داونز بتاع المواسم الماضية يعني. كمان انه النادي الاهلي فايق لفتره، بتتكلم في كاس العالم الانديه البرونزيه للمره الثانيه على التوالي، رجع الدوري بيكسب المصري المقاصه برباعيه نظيفه، فبالتالي انه في حاله فوقان في النادي الاهلي، فالمباراه عكس طبعا سير كل التوقعات، خساره غير متوقعه بالمره، ولكن هناك اسباب ليها طبعا. رقم واحد، واحنا كنا اتكلمنا كتير في موضوع بيتسو موسيماني وتحفظه الشديد في بعض المباريات اللي بيعمل قلق للنادي الاهلي. اي فريق بيجي بيلعب النادي الاهلي سواء داخل مصر او خارج مصر بيبقى عنده الرهبه والخوف من النادي الاهلي، لما بيكسب الوقت معاك، الوقت بيمشي معاه خلاص بيزداد ثقه، دي اللي بيديها له بيتسو موسيماني، ما بيغيرش سريعا. حتى هو في المؤتمر الصحفي امبارح اتكلم انه اتاخر في التغييرات بشكل كبير جدا، ادى فرصه لصن داونز ان هو يسيطر على المباراه. طبعا النادي الاهلي ضيع فرص كتيره جدا امبارح، ده ناتج عن في رعونه كبيره عند اللاعبين، في ثقه زياده عند اللاعبين. الاهلي مليان يعني مليء بالنجوم، فبالتالي انه كل حد عايز يثبت نفسه، كان في بعض الانانيه من اللاعبين وعدم التركيز بشكل كبير جدا، بالاضافه طبعا الى انه غياب التوفيق عن بعض اللاعبين على راسهم محمد قفشه، محمد مجدي قفشه، محمد شريف، ظهروا بمستوى غير متوقع لهم فتره مع النادي الاهلي، مستوى سيء جدا. قفشه تم استبعاده من قائمه منتخب مصر في افريقيا، ممكن يكون اثر بعض الشيء نفسيا عليه. محمد شريف تواجد مع المنتخب ولكن شارك لبعض الدقائق، ايضا اثر نفسيا عليه، وده اللي خلى موسيماني يعمل جلسات نفسيه مع محمد شريف، ولكن هم لهم فتره غايبين عن النادي الاهلي، لا ده محمد مجدي قفشه ولا ده محمد شريف، فبالتالي انه الاهلي يفقد جزء كبير من 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 قوته. كمان موسيماني عنده اوراق رابحه، ولكن هو بيعتمد على حرس قديم، طاهر محمد طاهر لم يثبت كفاءته بالشكل المطلوب مع النادي الاهلي، حسين الشحات لم يثبت كفاءته ايضا، وعندك اوراق ثانيه، عندك بيرتستاو، وعندك مكسون عمل ماتش كويس جدا امام مصر المقاصه وسجل ثنائيا، وفاجئ بماتش امبارح انه على الدكه لا يشارك. مكسون يعني يمكن اداؤه تحسن بقاله فتره، كمان فكره اندماجه مع باقي الفريق كمان كان في تحسن كبير. بالظبط، واخر ماتش لعب في الدوري الاهلي والمصري المقاصه 4-0 الاهلي، مكسون سجل جونين، فطبيعي كل خلاص لاعب يعني رجله دخلت في الملعب وبقى بيسجل اهداف، طبيعي انه يشارك اساسي في الماتش اللي بعده عشان يكمل التالق بتاعه يعني. كل الناس فوجئت ان هو يعني امبارح على دكه البدلاء، حتى ما نزلش خلال سير المباراه، وتم الاعتماد على طاهر محمد طاهر وحسين الشحات كبديل، برضه لم يؤدي المستوى المطلوب منه، فدي كلها عوامل ادت لخساره النادي الاهلي بالامس يعني. ما اعتقدش ان هي خساره، هي طبعا خساره صعبه لانه النادي الاهلي لما يخسر على ارضه وسط جمهوره تبقى صعبه جدا يعني، ولكن موقف الاهلي في بطوله افريقيا او بدور المجموعات سهل جدا، الاهلي لسه قدامه 4 ماتشات لانه عنده ماتش مؤجل مع المريخ السوداني يوم السبت القادم. كمان يعني الحظ خادم النادي الاهلي في انه 4 ماتشات هيلعب 3 ماتشات على ارضه في القاهره، فبالتالي يقدر بسهوله ان هو يكسب ال9 نقاط، مع كامل الاحترام للهلال السوداني والمريخ السوداني، ولكن ليسوا في مستوى النادي الاهلي، فبالتالي النادي الاهلي عنده 9 نقاط مضمونين في على استاد القاهره مع النقطه اللي عنده، فبالتالي انه يقدر يتجاوز مرحله المجموعات، فهي مش مشكله كبيره للنادي الاهلي. هي القصه انه الماتش اللي مع صن داونز في جنوب افريقيا، اذا قدر النادي الاهلي انه يكسب صن داونز ممكن يتاهل كاول مجموعه، لا خسر من صن داونز فبالتالي انه هيتاهل تاني المجموعه يعني. احنا امبارح كنا بنتكلم على ان بيتسو موسيماني اكيد حافظ فريق صن داونز وعارف هيعمل ايه بالظبط، وقلنا كمان ان المدرب صن داونز يعني تلميذ بيتسو موسيماني، فكنا متوقعين مكسب كبير. هل المشكله هنا في الخطه 4-3-3 في وجهه نظرك؟ يعني بيعتمد على ديفندرات اكتر، المشكله هنا فين كمان في الملعب؟ التمركز خط الدفاع، المشكله فين؟ بص، هو موسيماني اكيد حافظ صن داونز وهم حافظين موسيماني كويس جدا، وبالتالي انه المباراه كانت سجال بين المدربين، حتى في المؤتمر الصحفي قبل المباراه كان كل واحد فيهم يعني يكن احترام للتاني وبيتكلم ان احنا يعني حافظين النادي الاهلي وحافظين موسيماني، وبالتالي موسيماني نفس القصه، انا حافظ صن داونز وحافظ طريقه لعبهم والقصص دي كلها. اللي فرق مع موسيماني ان احنا يعني نقطه جوهريه احنا طول الوقت بنتكلم فيها، ان موسيماني من المدربين المتحفظين زياده عن اللزوم، وانت طالما تدرب النادي الاهلي رقم واحد في افريقيا وثالث العالم، فبالتالي لا يجب ان يعني
تبادر اللي قدامك يعني احترام بشكل كبير جدا. الثلاثه ديفنترات اللي الاهلي بيلعب بيهم حمدي فتحي الو ديانج عمرو السوليه اثبتت فشلها في عديد من المباريات مع موسيماني ولكنه مصر على نفس الطريقه. ناس كتير طلبته بتغيير الطريقه ولكن هو عنده قناعاته انه انا بستحوذ على نص الملعب، ولكن الفعاليه الهجوميه قليله عند النادي الاهلي بسبب الطريقه بسبب الازدحام في نص الملعب، وانت بيأثر عليك هجوميا. يعني لو الناس كلها بتتكلم في اثنين بس في نص الملعب، اليو ديانج او معاه عمرو السوليه او حمدي فتحي، والماتشات اللي فاتت كان بيلعب حمدي فتحي متاخر كثالث يعني قلب دفاع، فبالتالي بتدي فرصه لاحمد عبد القادر، تدي فرصه لمحمد مجدي قفشه، تدي فرصه لبيرستا، وتدي فرصه لزياده هجوميه اكتر للنادي الاهلي. ده ما بيحصلش. كمان انه الماتش يعني بدا يعني صن داونز جاب الجون في الدقيقه 86، فبالتالي انت معاك فتره كبيره جدا طوال المباراه ما فكرتش انك انت تغير طريقه اللعب، وانت مسيطر بشكل كبير على المباراه، بتضيع فرص في كتير على مرمى صن داونز. صن داونز ما راحش غير بكوره او بكورتين خطيرتين على المرمى، الاولى في القائم والثانيه دخلت في محمد الشناوي، فبالتالي هم كانوا بيلعبوا على الهجمه المرتده. انت تحفظت زياده عن اللازم في مباراه الامس، فبالتالي كان العقاب انك انت ضيعت كتير فاستقبلت هدف صن داونز. فبالتالي موسيماني لازم يكون يعني عنده مرونه شويه في طريقه اللعب، ايضا لازم يبقى عنده سعه صدر في تقبل النقد. ممكن ما يبقاش نقد لموسيماني شخصيا، ولكن الملاحظ ان في كل المؤتمرات الصحفيه بعد المباريات موسيماني يدخل في جدل مع الصحفيين. امبارح بيتسال على انه طريقه اللعب، فقال لو انا كسبت ما كنتش هكلمه في طريقه اللعب، لو الجون جه من اللي ضاعه ودخل ما كانش حد هيكلمني. ما هو ده طبيعي، لو كنت كسبت لو كنت كسبت اكيد ما حدش كان هيكلمك، لانه هيبقى واضح ان التكتيك مظبوط. او لو كان في حتى مشاكل كنا هنعلق عليها. يعني هو واضح انه يعني واخد يعني اتجاه او خط ضد الاعلام المصري، شايف انه بيتهاجم في الاعلام المصري كتير عن اللزوم، شايف انه مش واخد حقه. واحد بيتكلم في بطوله دوري ابطال افريقيا متتالي مع النادي الاهلي، برونزيه كاس العالم للانديه مرتين متتالي مع النادي الاهلي، محقق الدوري والكاس والسوبر الافريقي، فبالتالي انه هو شايف انه مش واخد حقه زياده عن اللزوم، فبالتالي انه خلاص بقى فيه يعني نوع مش هقول العداء ولكن عند بينه وبين الاعلام. يعني طب وانت شايف انه مش واخد حقه؟ مش قصه مش واخد حقه، هو واخد حقه يعني زياده عن اللزوم، ولكن هو من بدايه موسيماني هو يتعامل مع الاعلام الجنوب افريقي ولا يتعامل مع الاعلام المصري. يعني نادرا لما تلاقي موسيماني بيعمل بيتكلم مع الاعلام المصري، كل كلامه مع الاعلام الجنوب افريقي. احنا حتى موضوع تجديد عقده وخلافاته مع النادي الاهلي في القيمه الماليه، الاعلام الجنوب افريقي هو اللي بيبرز ده، يعني الاعلام المصري بينقل على الاعلام الجنوب افريقي. ولكن هو اللي حصل ده في المؤتمرات الصحفيه تكرر، مش مره ولا اثنين ولا ثلاثه، كل مؤتمر صحفي لازم بيكون في خلاف بين موسيماني وبين الصحفيين، لا اما على طريقه اللعب، لا اما شارك مين او ما شاركش مين. فبالتالي ان هو ردوده طول الوقت يعني قاسيه جدا عنيفه، لو انا كسبت ما كنتوش هتكلموني في كذا. طب طبيعي لو انت كسبت مش هنكلمك في كذا، طالما انت بتخسر فطبيعي انه النادي الاهلي ما بيخسرش. النادي الاهلي بيتكلم في انه 37 مباراه على التوالي لم يخسر في على ملعبه من 2016 مثلا لحد دلوقتي، ما خسرش على ملعبه في دوري الابطال. فبالتالي لما يخسر النادي الاهلي لازم الاعلام يقول لك انت هزيمه ثقيله بكل المقاييس، لازم الاعلام يقول لك انت ليه شاركت ده وما شاركتش ده، انت ليه ما غيرتش الطريقه، انت ليه ما كانش عندك مرونه تكتيكيه في المباراه، ليه مصر على الاعتماد على الثلاثه ديفندر في قلب الملعب، خصوصا انت بتلعب على ملعبك ووسط جمهورك. يعني طب احنا بنتكلم عن الجدل الدائر بقى، كمان كان في جدل دائر على السوشيال ميديا وفي تعليقات كتير جدا على تغييرات موسيماني امبارح، كمان تحديدا تغيير محمد عبد القادر بحسين الشحات. تعليقك ايه على التغييرات بشكل عام احمد عبد القادر؟ بص احنا التغييرات كلها طبعا احنا اتكلمنا فيها يعني حاجات، طريقه اللعب التشكيل ذات نفسه انت نزلت بيه من الاول كان خطا، تغييرات كمان كانت متاخره جدا وكانت يعني ليست على المستوى. محمد شريف طول المباراه ما عملش اي حاجه، فبالتالي انه بيستبدل محمد شريف في اخر المباراه بحسام حسن. تغيير احمد عبد القادر لم يظهر بالشكل المامول باحمد عبد القادر بالامس، فبالتالي هو دفع بحسين الشحات. ولكن الغريب انه حسين الشحات يعني على مدار الفترات اللي فاتت الماتشات اللي فاتت للنادي الاهلي يظهر بمستوى ضعيف، وانت تصر على الدفع بحسين الشحات سواء اساسيا او كبديل، فبالتالي وعندك مكسون على دكه البدلاء كان تالق في ماتش مصر المقصه، فتغيراته طبعا خاطئه وحتى توقيتاتها خاطئه ومتاخره. يعني طيب نروح بقى لماتش الزمالك. الماتش بدا حلو قوي، قعدنا اتفرجنا عليه كده كنا مبسوطين في الاول، وبعدين ثلاث اهداف ورا بعض. ايه اللي حصل؟ يعني التراجع في الاداء ده حصل بسبب ايه؟ بص الزمالك عنده مشكله كبيره. اولا الزمالك عكس الاهلي، يعني الاثنين خسروا ولكن الزمالك موقفه صعب جدا في مجموعات دوري الابطال. الزمالك لازم يكسب الثلاث ماتشات اللي جايين داخل مصر وخارج مصر، ما قداموش حل ثاني حتى يتاهل الى الدور التالي. يعني اي خساره او تعادل الزمالك يعتبر نفسه خارج المنافسه، فبالتالي ان الزمالك في موقف صعب جدا. لعيبه الزمالك رايحه المغرب وعارفه نفسها انها لازم ترجع بنتيجه ايجابيه، على الاقل كان لازم يتعادلوا مع الوداد. وبالتالي زي ما حضرتك ذكرت ان احنا بدانا بدايه كويسه جدا، هدف لزيزو مبكرا في الدقيقه 3، ولكن تراجع غريب لاداء لاعبي نادي الزمالك. خلينا نقول انه نادي الزمالك اللي بيحصل في نادي الزمالك ده يعني مش هقول فنيا بقدر ما هو انه عدم يعني تشتيت للاعبين
اللعبه مش مركزه، بادئين حلو يعني، كانوا بيلعبوا حلو في الاول. ما هو القصه مش بدات بلعب حلو، القصه انه نادي الزمالك ليه فتره كارتروم ما بين همش وهعط المدير الفني، فبالتالي ده اساس المنظومه الفنيه في نادي الزمالك من ساعه ما المجلس الجديد. انا قصدي ايه اللي شتت اللعيبه جوه الملعب؟ نص لعيبه الزمالك عقودهم تنتهي بنهايه الموسم، فبالتالي عايزين يجددوا، بيتكلموا مع الاداره في مفاوضات تجديد وعروض لمحمد ابو جبل من النصر السعودي، وعرض لطارق حامد من بيراميدز ومن السعوديه، اشرف بن شرقي هيجدد مش هيجدد، حازم امام عنده مش عارف مشكله اصابه كذا يعني، فبالتالي انه ده كله تشتيت لعيب الكره. لعيب الكره برده لازم يتوفر له جو مناسب انه يقدر يطلع كل اللي عنده، فبالتالي انه في تشتيت عند اللاعبين، تشتيت فني وذهني وبدني. الكارتروني المدير الفني ايضا عنده نفس المشكله، هو من ساعه ما جه المجلس وعنده انطباع ان المجلس هيمشيني، لان انا سبت نادي الزمالك قبل كده في مرحله صعبه في نصف نهائي دوري الابطال الموسم قبل الماضي ورجعت تاني، فبالتالي خلاص هو عنده انطباع انه مجلس اداره هيمشيني في اي وقت انا هخسر فيه، بالتالي هو بيألف كتير جدا في التشكيل الفتره اللي فاتت. ده مش كارترون وده مش مستوى نادي الزمالك، ولكن كل اللي بيحصل ده في نادي الزمالك هي مشكله لاعبين. ايضا الزمالك عنده مشكله القماشه بتاعت اللعيبه ذات نفسها، في لعيبه في الزمالك لا ترتقي لارتداء قميص نادي الزمالك، بتتكلمي في انه حمزه المسلوس محترف بيقبض بالدولار او الزمالك بيدفع فيه رقم كبير جدا وليس على المستوى، في يعني ظهير ايمن احسن منه مصريين، احسن من تجيب واحد محترف ليس على المستوى، محمد اونجم محترف ولكن مستواه ضعيف جدا، اشرف بن شرقي احد ابرز اللاعبين في نادي الزمالك ولكن ليه موسمين لم يقدم اي شيء لنادي الزمالك، مشغول بتجديد عقده، فبالتالي الزمالك عنده دربكه، عنده غياب طارق حامد في نص الملعب هو العمود الاساسي لفريق نادي الزمالك في نص الملعب، رحيل فرجاني ساسي، رحيل مصطفى محمد وبعد منه رحيل مصطفى فتحي، فبالتالي الزمالك عنده نواقص كتيره جدا، حارس المرمى محمد ابو جبل مشغول بعرض النصر السعودي، فبالتالي كل ده هو يؤدي الى نتيجه ان الزمالك يتقدم في اول ثلاث دقائق ثم يتراجع دفاعيا ويستقبل ثلاث اهداف من الوداد، رغم ان الوداد ليس في حالته المعهوده، الوداد يعني خسر من بيترو اتلتيكو في دوري الابطال، تعادل مع كسب ساجرادو اللي هو يعني فرقه اضعف من الوداد، بيخسر في الدوري المغربي، فبالتالي ليس هو الفريق الوداد اللي احنا كنا بنشوفه من سنتين ثلاثه فريق قوي، لا فريق في المتناول، فريق ضعيف جدا، ولكن ضعف الفني للاعبي نادي الزمالك والتشتيت الذهني هو اللي ادى لخساره نادي الزمالك بالامس بثلاثيه يعني. طيب مجلس اداره نادي الزمالك خد بعض القرارات بشان الجهاز الفني، قول لنا اهم هذه القرارات من وجهه نظرك، وشايف انها تقدر تعيد توازن نادي الزمالك مره تانية؟ وفي نقطه تانية عايز اكلمك عليها كمان، احنا سمعنا في كلام كده داير على السوشيال ميديا فكره انه جريدو بيفكر ان هو يرجع او بيفكر ان هو يدرب نادي الزمالك بعد ما كان بيدرب الاهلي. ماشي، اول حاجه بالنسبه للقرار طبعا كان اقاله مدحت عبد الهادي وامير عزمي دول المدربين والمساعدين، طبعا كان حصل بالامس لقطه كده مش طريفه من مدحت عبد الهادي مع احد يعني حامل الكرات في المباراه، دي اول قرار. القرار الثاني تحويل كارترون الى التحقيق، عايزين يعرفوا ايه سبب النتائج السيئه لنادي الزمالك سواء في الدوري، لانه اخر ماتش خسران من سموحه 2-0 وبالتالي بيعمل نتائج سيئه في دوري الابطال، بيتعادل مع بيترو اتلتيكو وبيتعادل في القاهره وبيتعادل مع ساجراد الانجولي وبيخسر من الوداد وبيصعب موقف نادي الزمالك في المجموعات. ثالثا ايقاف مستحقات لاعبي نادي الزمالك والجهاز الفني والطبي والاداري والى اخره يعني. انا شايف ان القرارات متاخره جدا، قرارات طبعا قويه ولكن متاخره جدا، المشكله في نادي الزمالك هينفذ القرارات دي ولا لا، دي طول الوقت المشكله في طيب. نادي الزمالك كيروش يعني. بيحضر ماتشات كتيره في الدوري، هل في اي انباء عن اختياره اللعيبه جداد ضمهم للمنتخب؟ بص هو كيروش يعني خلينا نقول انه القوام بتاع المنتخب اللي كان بيلعب في افريقيا هو القوام بتاع المنتخب اللي هيلعب بيه الماتشين بتوع التصفيات امام السنغال مع بعض الاضافات البسيطه، عندنا مشكله في الجبهه اليمنى، اصابه طبعا اكرم توفيق بالصليبي، عمر كمال يعني ادى بمستوى متميز ولكن انت محتاجه بديل لعمر كمال فكان بيلعب على النقطه دي، احمد حجاز مش هيبقى موجود في ماتشين السنغال، فبالتالي هو يبحث عن مدافع كان بيبص على الحتتين دول اللي ناقصين عند كيروش بشكل كبير جدا، وبالتالي هو بدا يتابع الماتشات الدوري هو او الجهاز المعاون يعني، ولكن حتى الان هو يعني حتى ردود افعاله كلها انه المستويات كلها ضعيفه لا ترتقي ان هي تنضم لمنتخب مصر، ولكن ابرز العناصر اللي على طاوله كيروش هو محمد هاني الظهير الايمن للنادي الاهلي واحمد عبد القادر لاعب النادي الاهلي، اعتقد دول العنصرين الوحيدين اللي هينضموا مع منتخب مصر في ماتشين السنغال 25 29 مارس القادم. طيب محمد، في كلام كتير قوي داير عن اداء ابو جبل مع الزمالك والشناوي مع الاهلي، في يعني الناس بتتكلم انه ازاي بعد اللي حصل بعد اللي شفناه اداء المنتخب في طبعا بطوله الامم الافريقيه ودلوقتي اللي احنا شايفينه، هل ابو جبل والشناوي انشغلوا باللي حققوه
خلال بطولة الأمم الأفريقية. ونقطة كمان تانية، فكرة الدعم النفسي انت كنت تتكلم عليه، انه في لعيبة ما شاركتش استبعدت من المنتخب، وفي لعيبة تمت إصابتها فما شاركتش، وفي ممكن يكون بعض الآثار النفسية اللي عند اللعيبة. هل احنا محتاجين ان كان في الأهلي او في الزمالك او في اي فرقة من الفرق او النوادي الموجودة، محتاجين فعلا وجود دعم نفسي ثابت، متخصص نفسي او استشاري نفسي ثابت مع الفرق؟ محتاجين، والعالم كله شغال كده، كل الفرق الكبيره في اوروبا بتشتغل بالاخصائي النفسي، بيبقى موجودين موجود مع الفريق طول الوقت. منتخب مصر خد فتره عمل ده مع كيروش، كان استعان باحد الاخصائيين النفسيين انه يقعد مع لاعبي المنتخب ويتكلم معاهم، في ظل انه في ضغوط كتيره جدا على لاعبي المنتخب في الفتره اللي فاتت، خصوصا بعد الخساره من نيجيريا في افتتاح امم افريقيا، وشفنا المستوى عمل ازاي لحد ما وصلنا النهائي، وخسرنا النهائي بضربات الجزاء امام السنغال. ابو جبل عنده مشكله زي ما اتكلمنا، انه ابو جبل جاي له عرض من النصر السعودي رقم ضخم جدا، بتتكلم في 30 مليون جنيه في السنه، فبالتالي خلاص هو شايف انه دي اخر عقد ليه بالنسبه له في الملاعب، فبالتالي هو طول ذهنه مشغول جدا بعرض النصر السعودي، فهو مش مركز في المستطيل الاخضر زي ما احنا بنقول. الحاجه الثانيه، شاغل دماغه طول الوقت بالمقارنه بمحمد الشناوي. هو محمد الشناوي بدا البطوله امم افريقيا، تعرض لاصابه في ماتش كوت ديفوار، لعب ابو جبل وظهر بمستويات مميزه، وكل العالم اشاد بمحمد ابو جبل، فبالتالي هو حاليا في حيره، من سيحرس عريم منتخب مصر امام السنغال، محمد الشناوي ولا انا محمد ابو جبل اللي تالقت وكسرت الدنيا مع منتخب مصر؟ فبالتالي كل ده ابو جبل مشغول بالامور دي، اولا التجديد للنصر السعودي، ثانيا الضغوط اللي عليه من جمهور نادي الزمالك انه يجدد عقده اللي هينتهي بنهايه الموسم، ثالثا المقارنه بينه وبين محمد الشناوي مين هيلعب، خصوصا كمان انه بس خلينا نقول انه اللعبة كلها يعني بتتابع السوشيال ميديا، السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت كلها شغال على مقارنات بين الشناوي وبين ابو جبل، مين هيلعب، مين هيحرص على منتخب مصر في امام السنغال. محمد الشناوي طبعا كان غايب لفتره كبيره جدا، ولكن يعني رجع الماتش اللي فات في الدوري مع مصر المقاصه امبارح، كل الناس تحمل محمد الشناوي مسؤوليه الهدف بتاع سان داونز، لانه يعني تصرف بشكل خاطئ، فبالتالي ان الشناوي عنده نفس التفكير في مين اللي هيقف لمنتخب مصر، انا ولا محمد ابو جبل اللي عمل بطوله كويسه جدا في امم افريقيا. ده طبيعي جدا بيحصل في كره القدم، عشان كده بنقول انه وجود الاخصائي النفسي بيساعد اللاعب ان هو يتجاوز المرحله دي. خلاص انت عندك نصر عرض من النصر السعودي، وعندك يستعيد التوازن النفسي، ان كان فعلا في مرحله ان هو يعني خلينا نقول في قمه نجاحه فيقدر يرجعه على ارض الواقع، او ان كان بيواجه صعوبه فيقدر كمان ان هو يحفزه ان هو يشتغل اكتر على نفسه ويرجع مره ثانيه. لو انت بتفكري في عرض النصر السعودي دلوقتي، لو مستواك فضل كده كابو جبل مع الزمالك وما شاركش مع مصر في امام السنغال، طبيعي ان النصر ما يكملش. احنا كل الاحوال بنتمنى التوفيق للفريقين، وان شاء الله نشوف يعني مكاسب كبيره في الماتشات اللي جايه ليهم. مشاهدينا الساعه 9 دلوقتي موجز لاهم واخر الانباء مع ليندا، تفضل يا ليندا. شكرا بسنت. التاسعة بتوقيت القاهره، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أعلن الجيش الروسي أنه يحاصر مدينتين رئيسيتين في جنوب أوكرانيا، هذا وقد شهدت آليات عسكرية روسية في خاركيف وسمع عدوي لإطلاق النار. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تتقدم على عدة محاور في أوكرانيا، وإنها أسقطت 8 مقاتلات أوكرانية و11 مروحية. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم حول الأزمة الأوكرانية، ومن المقرر أن يصوت المجلس على الدعوة لعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا لمناقشة العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. ويأتي طلب عقد الجلسة بشأن أوكرانيا بعد أن استخدمت روسيا حق النقد الجمعة لرفض مشروع قرار لمجلس الأمن كان من شأنه أن يدين الهجوم الروسي. دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى فرض عزل تام لروسيا دبلوماسيا وماليا. وخلال اتصال هاتفي رحب جونسون وزيلينسكي برغبة الدول الغربية في استبعاد موسكو من نظام سويفت المصرفي بحسب ما أعلن داونينغ ستريت. هذا وأكد الزعيمان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواجه مقاومة من أوكرانيا أشد مما توقع. قالت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا إن القوات الروسية فجرت خط أنابيب للغاز الطبيعي في مدينة خاركيف،
ونشرت خدمة الاتصالات تسجيلا مصورا للانفجار، ولم يتضح على الفور مدى أهمية خط الأنابيب وما إذا كان التفجير قد يعطل شحنات الغاز خارج المدينة أو البلاد. أكد قصر الإليزي أن فرنسا سترسل أسلحة دفاعية ووقودا إلى أوكرانيا، مضيفا أن باريس ستتحرك أيضا ضد وسائل الإعلام الروسية التي تبث ما وصفها بالمعلومات المضللة عن العمليات العسكرية في أوكرانيا. قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل إن وزراء خارجية الاتحاد سيبحثون اليوم الأحد في اجتماع عبر الفيديو اتخاذ إجراءات إضافية لدعم أوكرانيا وضد العملية الروسية. وأضاف بوريل في تغريدة عبر موقع تويتر أنه سيقترح مجموعة من المساعدات الطارئة للقوات المسلحة الأوكرانية لدعمها في قتالها. أعلنت روسيا إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا، وذلك ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها تلك الدول لمعاقبة موسكو على مهاجماتها أوكرانيا. وقالت وكالة الطيران المدني الروسية في بيان إن هذا الحظر سينطبق أيضا على رحلات الترانزيت التي تسيرها الشركات المعنية عبر المجال الجوي الروسي. وكانت روسيا قد أغلقت السبت مجالها الجوي أمام الطائرات المرتبطة ببلغاريا وبولندا والتشيك بعد قرار مماثل اتخذته هذه الدول ضد الشركات الروسية. قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة غير معلومة الهوية باتجاه الشرق، مرجحة أنها أحدث تجربة صاروخية تجريها جارتها. ويأتي ذلك بعد شهر من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى من طراز هو سونغ 12، وهو أكبر سلاح يتم إطلاقه منذ عام 2017 في اختبار اختتم شهرا شهد إجراء عدد قياسي من التجارب على صواريخ معظمها متوسطة المدى في يناير الماضي. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 1200 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 410948 حالة. وأشارت الوزارة في بيانها اليومي إلى أنه تم تسجيل 1743 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته، لافتة إلى وفاة 35 حالة جديدة. نهاية موجز التسانع والاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. برحب بحضراتكم من جديد من بعد الفاصل، ودلوقتي خلونا نروح مدينة العبور مع زميلتنا جيرمين إبراهيم نتابع معاها بعض استكمال أعمال مد خطوط المياه والصرف لمشروع بازار العبور أو شارع مصر. المشروع ده بيوفر جانب ترفيهي وفرص عمل للشباب. صباح الخير عليك يا جيرمين. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على جمانة، وصباح الخير على مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان. الحقيقة ان اعمال التطوير والبنى ما بتوقفش داخل مدينة العبور، واحنا موجودين عشان نتابع واحدة من الاعمال دي، وهي استكمال مد يعني وتوصيل المرافق لمشروع بازار العبور او شارع مصر. وعشان نعرف تفاصيل اكتر معانا المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور. صباح الخير، برحب بيك يا فندم. يعني في البداية لو تعرفنا ونعرف المشاهدين شاهدين ايه هو مشروع بازار العبور او شارع مصر؟ الاول بنرحب بيكم في مدينه العبور عروس المدن الجديده.
في وزارة الإسكان وراحة تنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أصدروا موافقات في معظم المدن إن إنشاء شارع شباب يتيح فيه فرص عمل للشباب الموجودين داخل المدن الجديدة، ونقدر إزاي نحدد أماكن مميزة ليهم يقدروا يمارسوا فيهم الأنشطة الخاصة بهم. احنا هنا في مدينة العبور تواصلنا مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واخترنا مكان مميز جدا زي ما انتم واقفين دلوقتي، مكان على الطريق الفاصل بين المنطقة الترفيهية والحي التاسع من المحاور الرئيسية اللي موجودة، مكان مميز جدا. اخترنا 10,000 متر مسطح ننشئ عليهم مشروع الشباب، وسميناه اسم تجاري اللي هو شارع البازار او بازار العبور لتسويقه وسهولة تعريفه لسكان المدينة. احنا بدأنا في المشروع ده تقريبا في نهاية العام الماضي شهر ديسمبر انشاء الاعمال البنية الاساسية الخاصة به، وبدأنا في شهر واحد عمل قرعة للشباب الموجودين للتقدم للحابين يشاركوا في المشروع، والحمد لله انتهينا منها وتم الترسية على تقريبا 60 مكان، كل مكان تقريبا فيه عدد 2 من الشباب بيمارسوا المهنة، وان شاء الله في خلال فترة قريبة يكون بدأنا التشغيل بإذن الله. يعني المشروع بيتكون من كام وحدة، وهل هو هيتم على مرحلة واحدة أو مرحلتين؟ هو المشروع إن شاء الله هيتم على مرحلتين. احنا انتهينا بالفعل من تسكين المرحلة الأولى بعدد 60 باكية، إن شاء الله متوقع أن نبدأ الأعمال التشغيل بمجرد ما ننتهي بس من أعمال الموقع العام وتوصيل المرافق. احنا حاليا بصدد الانتهاء، ممكن أسبوعين إن شاء الله ونكون انتهينا من أعمال الزراعة وأعمال التطوير الخاصة بالمكان، بحيث يكون مكان لائق لمدينة العبور ويكون متنزه ومكان ترفيهي جيد للسكان اللي حابين يخرجوا وتنزهوا داخل المدينة، يلاقوا مكان قيم مكان محترم، وإن شاء الله ده اللي احنا بصدد الانتهاء منه خلال الفترة القريبة الجاية إن شاء الله. بيساهم مشروع من المشروعات دي إن هو يوفر فرص عمل للشباب سواء اللي هيكونوا موجودين في الوحدات داخل المشروع أو حتى للعمالة. هو المشروع بيوفر بصفة مباشرة تقريبا كل بايك عدد 2 فرصة، في بإجمالي دخلنا 120 فرصة مباشرة، بالإضافة طبعا إلى الخدمات والفرص الغير مباشرة اللي بتخدم على الأماكن الموجودة، سواء كان المطاعم بتحتاج عمالة، الكافيهات برضو بتحتاج عمالة، الأعمال التوصيل الدليفري الخاصة بيهم ممكن توصل الفرص المتاحة للعمالة هنا في حدود 200 فرصة. المرحلة الثانية إن شاء الله نطرحها في القريب العاجل، ممكن في خلال شهرين نبدا نطرح مرحله ثانيه من المشروع بعد تسكين وتشغيل المرحله الاولى، متوقع ان شاء الله ان احنا نكون انتهينا منها في العاجل ان شاء الله. يعني لو اتكلمنا عن الانتهاء بقى بشكل فعلي وافتتاح رسمي للمشروع تقريبا، هل تم تحديد الوقت وايه المتبقي علشان يتم الافتتاح بشكل رسمي؟ يعني ان شاء الله في غضون الشهر القادم قبل نهايته هنكون انتهينا من اعمال التشغيل التجريبي والافتتاح الرسمي ان شاء الله. انا بس عاوز انوه عن حاجه بسيطه، ان احنا حاليا المكان اللي احنا واقفين فيه ده بيخدم على التراك والممشى اللي كنا انتهينا منه قبل كده والجيم، لكن لا السكان طلبوا مننا احنا عاملين ترايب بنتمشى، فاحنا عاوزين مكان نريح فيه، مكان نقف فيه مع اولادنا، مكان نتبسط فيه، فجت لنا الفكره ان احنا نختار المكان اللي احنا موجودين فيه بحيث في الاخر في منتج متكامل من ممارسه النشاط الرياضي وفي نفس الوقت ممارسة الترفيه المطلوب. وده يخليني كمان أسأل حضرتك، احنا شفنا ان التطوير بيتم كمان في محيط المنطقة وشفنا منطقة ألعاب كمان للأطفال موجودة، فتكلمنا عن تفاصيل الأعمال اللي بتتم في محيط بازار العبور. احنا بنرفع كفاءة المنطقة بالكامل، احنا خدنا موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على رفع كفاءة الحي التاسع والطرق الخاصة به، واللي من ضمنها المكان اللي احنا فيه واللي كان له نصيب طبعا في التطوير ورفع الكفاءة. الزراعة بالكامل هيتم رفع كفاءتها وإعادة إنشائها من جديد. أعمال اللاندسكيب والإنترلوك والبردورة والإنارة كلها تم تطويرها وتجديدها مرة أخرى. تم إنشاء شبكات صرف وشبكات مية جديدة بالكامل تخدم على المشروع وتحافظ على استمراريته. المشروع سوف يدار بالكامل عن طريق جهاز المدينة، هو المسؤول عن الإدارة. تم توفير الأماكن دي بأسعار رمزية، تقريبا البايك بيتكلف تقريبا في حدود 15 جنيه إيجار يومي في اليوم إيجار رمزي. وفرنا حمامات عامة وهتدور برضو من خلال الجهاز الحفاظ عليها سواء كان سيدات أو رجال، تمام. فالمكان كله تم دراسته بحيث نوفر الخدمة الكويسة والرقابة عليها والحفاظ على الخدمة بعد كده وأعمال السنة الخاصة بها إن شاء الله. يعني أي شاب عايز يكون أو يقدر إن هو يحصل على باكية أو جزء في المشروع ده يقدر يقدم إزاي أو يعرف عن طريق إيه؟
احنا عندنا الصفحة الرسمية لجهاز المدينة، اي طرح جديد بننزله بنعلنه على الصفحة وبنحط فيه الاشتراطات الخاصة بالتقديم، ممكن من خلال متابعة الصفحة ان شاء الله في القريب هننزل المرحلة الثانية، واللي من خلالها ممكن يتقدم الشباب بناء على الشروط اللي هننزلها ان شاء الله. شكرا لحضرتك على وجودك معانا وكل المجهود اللي بتقوم بيه، شكرا لحضرتك. يعني بسنت وجمانة، ده كان لقائنا مع المهندس عبد الرؤوف الغيظي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، وقدرنا نعرف أعمال التطوير اللي بتتم في بازار العبور أو شارع مصر اللي هيتم افتتاحه قريبا لخدمة سكان مدينة العبور. برجع لكم مرة تانية في الاستوديو. كل الشكر ليك يا جرمين ولضيفك الكريم. طيب من العبور خلينا ناخد حضراتكم ونروح لهرم مصر الرابع، المتحف المصري. طبعا يوم بعد يوم بيكشف المتحف المصري الكبير عن انه مش هيكون مجرد متحف، بالعكس ده صرح تعليمي وثقافي يليق باسم مصر ودورها. ومع استعدادات مصر لاستضافه مؤتمر المناخ، اعلن عن استعدادات المتحف للتسجيل كاول متحف اخضر يراعي المعايير البيئيه. حلم جديد يلحق بأحلام أخرى تحولت لحقيقة، هرم مصر الرابع، المتحف المصري الكبير الذي بدأت إدارة المتحف بمشروع لاعتماده كمبنى أخضر وحصوله على شهادة الهرم الأخضر المصري، ليكون المتحف المصري الكبير هو أول متحف مصري يحصل على هذا الاعتماد. يأتي ذلك في إطار تحويل قطاع السياحة المصري لقطاع صديق للبيئة يحافظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية من خلال تطبيق ذلك على المنشآت الفندقية والسياحية بجميع أنواعها ووسائل النقل السياحي المختلفة، وهو ما سيساهم في الحد من التغيرات المناخية ويأتي تماشياً مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة. وحتى يحصل المتحف على الاعتماد سيتم تطبيق عدد من الشروط والمواصفات التي يجب توافرها بمبنى المتحف، وهو ما يتم العمل على تطبيقه خلال الفترة الحالية من خلال دراسة الخدمات المقدمة للجمهور كالمواصلات وسهولة الوصول للمتحف، بالإضافة إلى رفع كفاءة استهلاك المياه والطاقة داخل المتحف عن طريق إعادة استخدام المياه وتقليل استهلاكها خاصة تلك المستخدمة بالزراعات، وأيضاً نظام القياس والكشف عن التسريب وخفض الحرارة المختلفة واستخدام مصادر للطاقة المتجددة. يعني احنا في الحقيقة متحمسين نعرف تفاصيل أكتر، ومعانا الأستاذة منة طلّا طاهر منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصري. صباح الخير عليكي. صباح النور على حضرتك والسادة المشاهدين. اهلا بك. يعني في البدايه العالم كله دلوقتي بيتجه انه كل حاجه تبقى خضراء، كل المباني، كل يعني اللون الاخضر ده هو اتجاه العالم كله دلوقتي. حابه اعرف منك يعني ايه مبنى اخضر؟ تمام. هو طبعا مبنى اخضر يعني بيتم فيه استخدام الموارد بشكل جيد، ما يكونش فيه اي ضرر على البيئه ولا يكون فيه اي انبعاثات او تلوث يؤثر عليها، فبالتالي طبعا بيكون فيه استخدام جيد للموارد زي ما احنا قلنا، بيتوافق فيه الابعاد الاساسيه للتنميه المستدامه، بعمل ان المتحف او المبنى نفسه بيكون فيه استدامه وتحقيق المواصفات الرسميه العالميه فيه. عدم تهدير للموارد يعني. بالظبط. طيب استاذه منى، ده ازاي هيحصل؟ ازاي هنقدر نطبقه؟ مصر كبير. هو حاليا احنا طبعا في المتحف المصري الكبير وحصوله على شهاده الهرم الاخضر المصري ده طبعا بيوفر، ده بناء على توفير او تواجد مواصفات وشروط اساسيه في المتحف بيعتمدها، ان المتحف نفسه كمبنى اخضر بيحقق الابعاد الاساسيه بتاعه التنميه المستدامه من خلال ان هو صديق للبيئه، ما بيكونش فيه اي انبعاثات ضاره عليه. الحقيقه المتحف خليني اقول لحضرتك ان فكره حصول شهاده الهرم الاخضر المصري كشهاده خاصه بالمتحف الكبير ان هو ده كان تعاون من فريق المتحف المصري الكبير والمركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، ده كان في عمل مشترك وخطه مشتركه ان بيشوفوا ايه الاجراءات المتبعه في المجال ده، والحقيقه كان مطبق في المتحف المصري الكبير جزء كبير منها جدا. على سبيل المثال ان احنا اصلا اوريدي عندنا في المتحف المصري الكبير محطات رز للتلوث، ده كان في من خلال بروتوكول مع وزاره البيئه، ده التحكم في مقدار التلوث ونعرف قد ايه المتحف كمكان ليه تاثير سلبي او ايجابي، بس الحمد لله المكان امن تماما. فبناء عليه كان الخطوه اللي بعدها ان احنا نقدر نعمل فكره ان يبقى في شهاده الهرم الاخضر والتقديم عليها، وان هو يكون اول متحف في مصر يعتمد كمبنى اخضر.
كمان المتحف بيعمل على استخدام الامثل للموارد زي ما احنا قلنا، او ده الاهداف الاساسيه للتنميه المستدامه، ان هو مثلا في الفقره او الجزء الملف بتاع استخدام المياه، احنا عندنا فعليا خزان لتخزين مياه المطر ده لغرض الري واعاده استخدام المياه مره ثانيه، لان احنا عندنا مساحات كبيره قوي قادره في المتحف المصري الكبير، فده هيكون برضو الاستخدام الامثل ما يكونش فيه هدر للطاقه. وبالاضافه كمان ان احنا على مستوى الطاقه بشكل عام على في المباني المتحف المصري الكبير هيكون فيه استخدام الطاقه المتجدده، وكمان فكره الاستدامه نفسها تكون داخل المبنى نفسه وادارته، هيكون في نظام بيئي متكامل داخل المكان، يعني زي مثلا التهويه هيعتمد على التهويه الطبيعيه اكثر وتدفق الهواء بالشكل الملائم للمعايير الرئاسيه او الاساسيه لتوافر التجربه الايجابيه في المكان. طب استاذه منى، انتوا ايه المعايير اللي بتحطوها وعلى اساسها بتختاروا او بيتم اعتماد المتحف على انه مبنى اخضر؟ المعايير الاساسيه طبعا ان المكان ما يكونش فيه اي تلوث او مؤثر سلبا على البيئه، صديق للبيئه زي ما احنا متفقين. كمان هيكون بيحقق الاستدامه او التنميه المستدامه في استخداماته وفي موارده بشكل عام، الابعاد الخاصه بالتنميه المستدامه متوفره فيه، هيكون برضو موفر للطاقه، هيكون حاجه يعني مش مؤثره بالسلب بالعكس. يعني هي دي المعايير لو موجوده في المبنى بنقول ان هو ده المبنى مبنى اخضر بالظبط. طيب يعني استاذه منى، خلينا بقى نعرف من حضرتك بشكل عام كده اخر تطورات العمل بالمتحف، فين وصل وضع الاثار في قاعه كمان توت عنخ امون تحديدا؟ الناس كلها يمكن العالم كله الحقيقه متحمس انه يعرف اخر الاخبار عن المتحف وايه اللي تم فيه حتى الان. طبعا المتحف المصري الكبير بنسبه كبيره جدا، نسبه الانشاءات وصلت 100%، تشطيبات 99%، فاضل بس الجزء اللي هي التجربه او اللي هي الاضاءات والجزء اللي هي الجزء الخاص بالاضاءات والتجربه فيها. طبعا قاعه ملك توت عنخ امون بنسبه كبيره جدا القطع الاساسيه تم وضعها فيه وجاهزه بنسبه كبيره، والباترين فعليا تم وضع القطع الاساسيه فيها بشكل كبير. جاري العمل طبعا خلاص، ان احنا يعني جاهزين ان شاء الله والاستعدادات للافتتاح ان شاء الله، وربنا يكرم بالخير ان شاء الله يا فندم. طب وهل انتهى العمل بمركب الشمس؟ جاري العمل فيها طبعا، وبرده الجزء الانشائي فيها وصل 100%، وجاري العمل على التشطيبات الخاصه بيه. طيب استاذه منى، اخيرا بما ان حضرتك منسق العلاقات الدوليه بالمتحف المصري الكبير، عايز اعرف من حضرتك هل في خطه ترويجيه للمتحف المصري الكبير بالخارج، خاصه انه حضرتك بتقولي انه خلاص نسبه يعني الانتهاء منه تقريبا خلصانه 99% وان شاء الله الافتتاح قريبا؟ أكيد طبعا، بيبقى المتحف المصري الكبير بيتبنى استراتيجية خاصة بالترويج والتسويق للمتحف محليا وعالميا، وهيكون فيه خطط مختلفة ببرامج مختلفة. طبعا زي ما احنا شايفين ان طبعا ده من ضمن استراتيجية وزارة السياحة والآثار، هيكون شكل مختلف جديد ملائم لمخاطبة الجمهور المختلف بكل فئاته، فبنطمن الجميع ان هيكون فيه حملة كبيرة جدا هتنال استحسان الجميع. كل الشكر ليكي أستاذة منى طاهر منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصري. نروح لأمر آخر الحقيقة، يعني هو أمر معني بيه الفنان الكبير طبعا سمير صبري، وهو واحد من أهم الفنانين اللي ليهم حضور وأصحاب موهبة استثنائية وليهم بصمة الحقيقة، سواء كان كمذيع مطرب أو ممثل. هو قدرت فعلا انها تثبت نفسها في كل المجالات، عشان كده دائما النقاد بيطلقوا عليه لقب الفنان الشامل. الفنان سمير صبري للاسف تعرض لوعكه صحيه وهو موجود دلوقتي في المستشفى لاجراء جراحه دقيقه. صدرت توجيهات رئاسيه بعلاجه على نفقه الدوله. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. الفنان سمير صبري يجمع بين الموهبة والحضور، عمل مذيعا ومطربا وممثلا، وأثبت وجوده في كل المجالات حتى منحه النقاد لقب الفنان الشامل. مر الفنان سمير صبري بوعكة صحية خطيرة تطلبت نقله إلى المستشفى لإجراء جراحة دقيقة في القلب فضلا عن إصابته بمرض السرطان، وصدرت توجيهات رئاسية بعلاجه على نفقة الدولة، وهو ما استقبلته نقابة المهن التمثيلية بالشكر والامتنان. الفنان سمير صبري عشق الفن وعاش وسط عائلة تحب الفن وتحترمه، فعائلته
هم من شكلوا طفولته وصنعوا شخصيته واصطحبوه إلى دور السينما والمسرح وشجعوه عندما وقف أمامهم يقلد الفنانين. ولد سمير صبري في مدينة الإسكندرية عام 1936 وتبناه العندليب عبد الحليم حافظ بعدما انفصل والده ووالدته وذهب إلى القاهرة وهو في عمر 9 سنوات. قدمه للفنانة لبنى عبد العزيز وهو في عمر 10 سنوات. يعد سمير صبري فناناً شاملاً، فهو ممثل ومطرب ومذيع، قدم برنامج ما يطلبه المستمعون باللغة الإنجليزية، كما قدم عدة برامج في التلفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة، منها هذا المساء وكان زمان والنادي الدولي. في السينما قدم عشرات الأفلام، منها جحيم تحت الماء، الجلسة سرية، وعلاقات مشبوهة. أيضاً أسس شركة إنتاج سينمائي، لكنه تفرغ في السنوات الأخيرة للعمل في الدراما مثل ملكة في المنفى، حضرة المتهم أبي، ونظرية الجوافة. يعد الفنان سمير صبري واحداً من أهم الفنانين في تاريخ السينما المصرية، تجاوزت أفلامه 100 فيلم، بالإضافة إلى عدد كبير من المسلسلات والمسرحيات. هو تاريخ فني استثنائي صنعه الفنان الكبير سمير صبري، ومن أجله عشقه الجمهور. الحقيقة قرار في منتهى الأهمية. احنا بنتمنى للموهبة الشاملة زي ما قلت يا جمانة الصحة والعافية، وإن شاء الله يرجع لنا بألف سلامة. شاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع لكم تاني نكمل كلامنا، خليكم معنا. نرحب بحضراتكم من جديد. هي الفقرة دي فقرة مهمة لينا احنا كمان شخصيا، واكيد لحضراتكم ناس كتير جدا مهتمة او مهووسة بفكرة الوزن المثالي. ازاي نقدر للوزن المثالي؟ هو بس بيبقى ايه يعني، بتبقى امنية، في البعض بيحاول يحققها وفي بعض ملتزم ان هي امنية يعني. في الشتاء بقى كمان احيانا الوضع بيبقى صعب جدا. لا هو كل الوقت الشتاء صعب قوي، انك يعني موضوع الوزن ده الناس قاعدة بتاكل وانا من الناس دي، فيعني يعني الموضوع يعني شويه صعب خاصه في الشتاء، لان دايما احنا قاعدين في البيت جو برد، عايزين حاجات تدفينا، مش عارفين نخرج بشكل يعني كبير، فبنقعد ناكل. متعتنا الوحيده في البيت ان احنا نقعد ناكل. عايزين نعرف بقى الوزن المثالي ده ممكن نوصل له، ولو ممكن نوصل له ازاي، وايه المفروض نعمله، لان في بعض الافكار المغلوطه، في افكار مغلوطه كتير جدا بنشوفها على السوشيال ميديا، بنسمعها من ناس بيقولوا ان هم متخصصين، بس خلينا نعرف فعلا ازاي نقدر نوصل للوزن المثالي بشكل صحي. من دكتور رامي صلاح الدين، استشاري العلاج الطبيعي والتغذيه العلاجيه، وده يعني دايما ضيف عزيز علينا يا دكتور. صباح الفل. صباح الخير عليك، نورنا. ميرسي خالص. ايه بقى موضوع الوزن المثالي، وهل هو اسطوره او ولا ممكن يتحقق ولا ايه؟ لا ممكن يتحقق. بس خلينا الاول كلمة الوزن المثالي دي هتاخدنا في نقطة مهمة جدا. انت عايز ايه؟ يعني عايز توصل لايه؟ زي ما كنا بنتكلم قبل الهواء، انت عايز حاجة تظهر عليك، ولا عايز حاجة ممكن ترضيك نفسيا، ولا عايز توصل في الاخر في اخر التجربة ان انت مثلا تبص في المراية فانا مرتاح، انا جسمي كويس، انا كنت بلبس مقاس 40 بقيت بلبس 35. هي انت عايز ايه من التجربة؟ لفظ الوزن المثالي للاسف لما تيجي تتكلم عليه رقميا هو الموضوع قاسي شوية. يعني انت بتتكلم لو شخص مثلا طوله 160 سنتي فوزنه المثالي رقميا 56 كيلو تقريبا. فلما تيجي تقول لي واحد وزنه مثلا 90 كيلو وطوله 160 سنتي، انا عايز اوصلك ل 56 كيلو، فالموضوع مرهق نفسيا. انا لسه هنزل كل ده يا دكتور، ده انا طول عمري عند ال 65 كيلو ما بقدرش انزل اكتر من كده، ويبدا بقى الشيطان يتملك منه فتبدا القصه تبقى صعبه. هي الفكره كلها ببساطه شديده جدا، لازم تعيش حياه صحيه، ده رقم واحد، ده المقام الاول. رقم اتنين، انت توصل لمرحله انك تقف قدام نفسك قدام المرايه انا مبسوط مش متضايق، انت راضي عن شكلك. لان اوقات بيبقى ظروف المجتمع حوالينا بتفرض علينا حاجه معينه، اللي هو احنا دلوقتي مثلا الموضه ان انت تبقى رفيع جدا جدا، فتلاقي بدا الموضوع الهوس ياخدنا في الحته دي، حتى لو وصلنا ان انا مش مهم، يعني انا المهم ان انا ابقى وزني 50 كيلو، صحتي كويسه، شكلي كويس، بشرتي كويسه، شعري حلو ما بيقعش، لا مش مهم، انت وصلني لدرجه ان انا ابقى 50 كيلو، اللي هو لان المجتمع فرض عليا الصوره دي. فاحنا المفروض بدورنا ان احنا بنوضح للناس. انا يفرق معايا كتير ان احنا مثلا مقاس لبسي هو المعيار، هو ده الوزن المثالي، ان انا بلبس مثلا طول عمري بلبس مقاس 30، فانا طول عمري هفضل على ال 30 وهيبقى هو ده المعيار بتاعي.
لو بدات ازيد عن كده وبدات اجيب مثلا حاجات مقاسات اكبر فاعرف ان انا على في محك، يعني عندي في مرحله خطر ابدا ارجع للقصه. لكن عشان تربط نفسك برقم الموضوع لود نفسي بشع، ودي من اخطاء الدايت الشائعه. لما تيجي يجي لك العميل في العياده يجي يقول لك يا دكتور انا عايز اخس 20 كيلو في فتره زمنيه معينه، تمام، عايز اوصل لرقم معين في وقت خلاص معين. خلاص يا دكتور اللي يتقال قبل الهوا بعد اذنك مش لازم ما يتقالش بعد يتقال بعد الهوا. لا فعلا في ناس فعلا، يعني انا شخصيا كنت لسه بسال الدكتور لو انا عايز اخس 2 كيلو 2 كيلو ونص مثلا في عدد ايام معينه، هل ده بيتحقق فعلا ولا لا؟ ماشي. فانت لو انت عشان تقدر تحط لنفسك الليمت الزمني وليمت الوزن، فده لود نفسي زياده ما بينعكسش بايجابيه معاك بصوره ايجابيه. انت بالعكس انت ممكن هتضطر اسفا تلجا لطرق مش سليمه عشان تقدر توصل للرقم ده. يعني انت تيجي ما ينفعش اجي اقول لك انت في خلال الشهر انا دكتور بيخسس 10 كيلو ل 15 كيلو في الشهر، ما ينفعش، ده علميا مش موجود. او تعالى نطبق مع بعض التجربه العلاجيه الفلانيه عشان نقدر نخس عدد الكيلوات المعين، دي ملهاش علاقه. طبيعه الجسم، ظروف فحوصاتك، ظروف حياتك الاجتماعيه، بتصحى امتى بتنام امتى، نشاطاتك، كل دي عوامل بتاثر على فكره نزول الوزن لو احنا هنتكلم على نزول صحي. لكن لو هنتكلم بقى على نزول عشوائي، ما انا ممكن اقطع عنك النشويات اسبوع هنزلك 2 3 كيلو ميه، هتتبسط وتقول الدكتور ده حاجه عظيمه جدا في حين ان انا ضريت الجسم في حته تانية. تروح لناس تانية دكاتره بتمنع الدهون تماما، اشرب لبن خالي الدسم، كل زبادي خالي الدسم، كل مسلوق، كل مشوي، ما تاخدش اي حاجه فيها دهون، فبيقطع الدهون على المدى البعيد. عندي فيتامين A وD وE وK، الاربعه بيدوبوا في الدهون، فالاربعه باظوا. فهي الفكره كلها انت عايز توصل لايه. طب والادويه اللي بتخسس من 3 ل 5 كيلو في الاسبوع، ما هي دي بتلعب على فكره. احنا مصممين معاك على الموضوع، احنا هنوصل معاك هنعمل ايه، هنشوف وما يحصل. والله الاعلانات كده فعلا موجوده دايما على طول، خس من 3 ل 5 كيلو. ما هو بيلعب على الوتر النفسي. الوتر النفسي هو عارف انت عايزه ايه. انت عايزه عدد كيلوات، عدد الكيلوات شكلها ايه هو ما يفرقش معاه، لان هو مش دكتور، هو عايز يوصلك لعدد كيلوات فبيبروز دي. يعني الادويه دي بتعمل ايه دكتور؟ هل فعلا بتحقق التارجت ده ولا لا؟ خلينا نتكلم، عندنا ثلاث انواع من الادويه باختصار شديد. نوع معترف بيه واخد ابروف من منظمه الصحه العالميه مؤخرا بالمناسبه، يعني من سنتين ثلاثه، مش موضوع مش من زمان، ودي الحقن اللي موجوده في السوق. مش عايز اقول اسماء برضه عشان المنتجات، دي حقن موجوده في السوق بتتحقن في بطن بابر الانسولين. الحقن دي بتلعب على فكره ان هي بتسد الشهيه، وفي نفس الوقت هي اصلا علاج لمريض السكر، بس مؤخرا بدات تاخد تصريحات ان هي تستخدم لمريض السمنه. ما ينفعش تستخدم من غير اشراف طبيب. ما ينفعش تماما، لان هي جرعات خطر طبعا. ليها حسابات وليها فحوصات، ولازم يبقى ليها فحص دوري ومقاومه انسولين عشان تقدر تحط فانت الناس لسه ما وصلتش للجرأه ان هي تعمل حاجه زي دي، ان هي تروح الصيدليه تقول انا عايزه الحقنه دي. ونوع تاني من اللي هو بيسد الشهيه بسرعه عنيفه جدا، بيشتغل على مركز الشبع في المخ، بيطلع يقفل الدنيا، فانت سيادتك بتقعد ال 24 ساعه لا انت طايق الاكل ولا طايق نفسك ولا طايق الحياه ولا طايق اي حاجه، متعصب دايما على طول، ضغطك عالي، نبضك زياده، متعصب وبتاع، بس انت بتيجي في الاخر فعلا انت فعلا بتخسر وزن، لان انت سيادتك ما بتاكلش، بس مقابل خساره الوزن انت بتخسر حاجات كتير قوي من صحتك. صحتك بتتاثر، ده رقم واحد. رقم اتنين، اول ما بتبطل الدواء بترجع اوتوماتيك لنفس عدد الكيلوات اللي انت نزلته. يعني انت لو نزلت 10 كيلو هترجع 12 13 كيلو، فهي اللعبه تيجي في كده. طيب اللي بيبيع حاجه زي دي بيعمل ايه؟ ما بيلعبش طبعا على الوتر الطبي، لا، تعال انا هخسسك 10 كيلو في الشهر فانت اوتوماتيك هتنساقي وراه، وهو فعلا بيجيب نتيجه. وللاسف الماده الفعاله للادويه دي الا وهي السوبوترامين، دي ماده محظوره دوليا وما بقتش تستخدم في العالم كله، بل في دول في العالم بتحرم استخدام السوبوترامين ده زيه زي المخدرات وزيه زي الحاجات اللي مش كويسه. فانت ليه تحط نفسك تحت رحمه حاجه زي دي وتبقى مريض ضغط عالي او ممكن تموتك او توصلك لاكتئاب؟ وفي الحقيقه فعلا بنشوف انه في بعض الناس بيموتوا من حاجات زي دي. دكتور انت بيجي لك يعني ناس عايزه تفقد الوزن كتير جدا، وعندك حالات مختلفه يعني من مختلف الاعمار ورجاله وستات، ايه هي العادات الخاطئه الشائعه بين الناس كلها اللي بيعملوها وهم بيعملوا ريجيم فبتبوظ لهم نظام الدايت بتاعهم تماما؟ فكره الدايت نفسه او العنوان نفسه مؤذي للناس، او الناس مش فاهماه كويس. يعني الناس اول ما تقول دايت هو نظام غذائي، يعني بالزبط. انا باكل ايه في يومي، ونظام غذائي محسوب لامكانيات جسمك ولمعطيات جسمك كفحوصات. للاسف بتيجي للناس يجي يقول لك انا عندي معتقد يا دكتور ان انا مثلا وجبه الفطار مثلا، لو بيتابعوا ناس على السوشيال ميديا يجي يقول لك وجبه الفطار وجبه مش صحيه، تجنب وجبة الفطار وخد وجبة الغداء أو وجبة العشاء. أو ناس بتدعم فكرة مثلا الأوماد اللي هو الوان ميل، الوجبة الواحدة في اليوم، فأنت بتبدأ تسمع في الفكرة دي.
مبدئيا كده انت عمرك ما تسمع لاي حد بيدعم فكره واحده في علم التغذيه. انت عندك اكتر من 150 ل 200 تجربه خطه علاجيه في التغذيه العلاجيه. فانت لما تلاقي واحد بيدافع عن الفكره دي ابعد تماما عن ان انت تسمعه. ده رقم واحد. رقم اتنين، ظروف يومك هي اللي بتحكمني انا امتى هاخد في الفطار، شكل الوجبه هيبقى شكلها عامل ازاي، لو نشويات لان للاسف الناس بتربط الدايت بجبنه قريش في الغداء في الفطار بالظبط، زبادي في العشاء، فراخ مسلوقه وشوربه خضار. فانت اسبوع نفسك يعني تبتدي تحس ان انت كويس لغايه الفطار، انا جاي لك مخنوق الغداء بقى كده تجيب لي وافلز بقى. بص بسم الله الرحمن ايوه وافلز اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا دكتور ما تكتبليش جبنه قريش. فبتبدا تخش في جدال هزلي اصلا ملوش اي قيمه، لان انا ما تفرقش معايا الجبنه القريش من الجبنه الشيدر حتى اللي فيها دهون، هي الفكره كلها انا عايز منك ايه، القيمه الغذائيه اللي انا عايز اقدمها لك بالظبط، والقيمه الغذائيه وانا عايز من جسمك ايه. هي دي الفكره. امتى اكل الفاكهه مثلا؟ من الثقافات اللي للاسف المتداوله في التغذيه عامه يقول لك ايه، وقت ما تجوع كل فاكهه، في الفطار كل فاكهه، في العشاء كل فاكهه، كل زبادي مع فاكهه. الفاكهه لما بتتعامل معاها مش بالسهل ده. المرض زي الكبد الدهني او الدهون اللي على الكبد علاجها بانك بتقطع فاكهه. فانت لازم تعرف ان الفاكهه زي ما هي ليها ايجابيات ليها سلبيات، ولازم تعرف التوقيت المثالي لاكل الفاكهه وهو قبل الغداء من نص ساعه لساعه، غير كده الفاكهه ملهاش اي قيمه. انت ثانيه واحده يا دكتور، عشان الناس بتحلي بالفاكهه. ما هي دي المصيبه، انت لازم تاخد القيمه الغذائيه بتاعه الفاكهه، قيمتها الوقت الوحيد اللي القيمه فيه فعلا هو قبل الغداء من نص ساعه. بس في برضه دكتور الناس بتاخد سكرياتها في اليوم من الفاكهه، واظن ده مش حاجه وحشه. مش حاجه وحشه بس في التوقيت المثالي، يعني مثلا ما يجيش مثلا شخص بيشتغل في بنك وقاعد وتقول له الصبح تعالى ناكل موز وتمر. انت بعد ما تاكل الموز والتمر كميه الحاجات السكر اللي انت خدتها الفركتوز اللي انت خدته ده هترجمه فين وانت قاعد على المكتب على اللابتوب؟ ما انت ما استفدتش بحاجه. لكن لو شخص بيبذل مجهود عضلي، تعالى انا ممكن اضيف لك مثلا الصبح كوبايه لبن مع شويه شوفان واضيف لك موزايه معاهم كده، انا بدات استفاد. دايما بينصحوا بالموز فعلا بالظبط عشان هبدا اترجمه. لكن اجي مثلا اخد وجبه الغداء وما بين الغداء والعشاء فانا معليك جعان فانا عمال اكل فاكهه، ما الدكتور قال لي كل فاكهه، ودي كانت ثقافه زمان للاسف، كل فاكهه بسرعه شويه، كل تفاح كل برتقال ينزل يشتريه بال 20 30 كيلو تفاح ويبدا ياكل فيه بسرعه شويه. انت فركتوز سكر زيه زي السكر السكروز اللي هو السكر العادي اللي بنحل بيه، زيه زي النشويات، هي نفس الفكره، لعبه انسولين ولعبه هرمونات. لان هنا هياخدنا لنقطه الحرق. انت بتيجي تلاقي شخص قدامك شخص طبيعي جدا وتعمل له كل الفحوصات تلاقيها تمام وزي الفل، بص يا دكتور انا حرقي ضعيف، اللي هو الدكتور مش انا، يعني هو جاي يقول لي انا حرقي ضعيف وخلاص بيحطني قدام الامر الواقع. طب تعالى يا فندم نعمل لك الفحوصات تطلع الفحوصات كويسه. لفظ الحرق لفظ عنيف جدا من الاخطاء الشائعه اللي الناس بتقع فيها، ولفظ الحرق ده هرمونات وعضلات، وبالتالي الادويه اللي بتشتغل على الهرمونات هي اللي بتجيب نتيجه، وقله ممارسه النشاط هو اللي بيخلي سيادتك تتخن. مفيش اي حاجه تانية. معلش تاني بقى، ان عدم ممارسه الرياضه النشاطات دي بتاثر على الحرق، والهرمونات رقم واحد. الهرمونات اللي لها علاقه بالشبع، لها علاقه بالتكوين الدهون، لها علاقه بالحركه بتاعه انتاج الطاقه جوه جسمك، هو ده اللي اقدر اقول لها خلل، اعمل لك تحليل غده درقيه اطمن على اللعبه دي. لكن فكره ان سيادتك بتاخد مثلا معدل سعرات او معدل اكل في معدل جليسيمي عالي في فتره زمنيه قليله وتيجي تطلب من الجسم انه يحرقه وانت سيادتك قاعد قدام التلفزيون طول اليوم، فدي بتبقى هي دي المعادله الغلط اللي الناس بتقع فيها. فانت مش محتاج اكتر من 20 ل 30 دقيقه مشي في اليوم عشان جسمك يستفاد مش عشان يحرق. بالمناسبه الناس بتحط حمل كبير قوي على الرياضه ويروح الجيم يقعد بالثلاث اربع ساعات ويجي في اخر الشهر يكتشف ان هو خس 3 4 كيلو فقط لا غير. الرياضه ما بتخسسش، الرياضه بتساعد على التخسيس، الرياضه بتساعد على ان الكتله العضليه بتاعت معاليك او معاليكي تبقى كويسه، فده بيفرق كتير صحيا. لكن تروح تلعب رياضه بسرعه شويه وانت اكلك مش مظبوط، لا، عشان تتغير صحيا سواء في تغذيه علاجيه او في ميزان لازم اكلك هو اللي يتظبط. ده رقم اتنين. رقم تلاتة، فكرة قطع الأكل بالليل. دايما الناس بتربط ان انا بص يا دكتور بعد الساعة 6-7 الحرق بيقف، وسمعنا الكلام ده كتير جدا من ناس غير مسؤول. ده زي صيام متقطع مثلا؟ لو صيام متقطع دي خطة علاجية، دي حاجة ودي حاجة. انا بتكلم في النقطة دي عشان افرق للناس. صيام متقطع انت بتتبع خطة علاجية ليها اسس وليها اساسيات، اللي هو 16 ساعة صيام 8 ساعات اكل. في 16 ساعة صيام اللي هو منهم عدد ساعات النوم، انت سيادتك بتشرب مية، كل المشروبات الدافية متاحة بس بدون سكر، والثمان ساعات انت بتاخد حاجات محسوبه بناء على وجهه نظر الدكتور عشان توصل لنتيجه كويسه. لكن الفكره الثانيه اللي هو اللي بيفطر عادي وبيتغدى عادي ويتعشى عادي ويجي الساعه 7 بص يا دكتور احنا بعد الساعه 7 الحرق بيقف، بتتقال كده بنفس اللفظ. لا يا فندم، انت سيادتك بتحرق وانت نايم
وانت نايم الحرق شغال، وانت صاحي الحرق شغال، صبح ليل الحرق شغال، لان هو الحرق مش ما بيهزرش يعني، هو مش ضابط نفسه على الساعه 7 يعني. لو خدتك دلوقتي ووديتك اليابان في نفس التوقيت فهو هيحصل له لخبطه فانت مش هتحرق يعني. لا، الموضوع ما بيمشيش كده خالص. هي الفكره كلها، هل انت بتتبع حميه غذائيه بتجبرك انك تقطع اكل في التوقيت ده، ولا انت ماشي بعشوائيه ولمجرد ان الساعه 7 بالليل فاحنا ما بنتحركش فاحنا ما بننزلش؟ لا، حرق شغال، اتعشى، خد وجبه العشاء. اهم حاجه لو انت مش متبع صيام متقطع ان هي تكون قبل النوم بساعتين عشان عمليه الهضم تتم بصوره كويسه. نرجع لنقطه الزبادي. دايما الزبادي بيخسس، كل زبادي، الزبادي الصبح بيخسس. الزبادي ليه قيمه واحده فقط، لا قيمته في ايه؟ قيمته ان هو بيدعم البكتيريا النافعه اللي موجوده في الامعاء، فدي قيمه عظيمه جدا يعني. انا محتاجها، لان البكتيريا النافعه وتوازنها مع البكتيريا الضاره امتصاص حلو، هضم كويس. الزبادي بالليمون تحديدا حلو. لا، الليمون بقى حط قرفه فليفر. لا ده عشان معروف ان هو ده عشان الدايت، يعني الزبادي بالليمون عشان الدايت. لما تربط مفيش اكل في الدنيا بيخسس، ومفيش اكل في الدنيا بيتخن. وادمان الاكل الصحي غلط يعني. انت سيادتك لو عايش طول حياتك على طبق السلطه فده غلط، لو عايش طول حياتك على طبق شوربه الخضار فده غلط. ادمان الاكل الصحي غلط، لازم يحصل تنظيم ما بين الفطار والغداء والعشاء، وتعرف انت عايز ايه من الوجبه. يعني الزبادي ده ممكن يبقى في الفطار عادي مفيش منه مشكله، مش في العشاء. هو في العشاء عشان عمليه الهضم تتم بصوره كويسه، البكتيريا النافعه تدعم كويس، وسيادتك المفروض ان انت كمان ساعه ولا ساعتين داخل تنام، مش يومك لسه بيبتدي يعني. طيب دكتور، يعني عشان نبسطها للناس، يلا بينا عشان ما يتهوش، لو هنستغل حضرتك وتقول لنا دايت بلان كده او نظام غذائي يصلح للجميع، لان احنا للاسف ما عندناش ثقافه ان احنا نروح لدكتور عشان نعمل التحاليل عشان نبقى عارفين دايت بلان او النظام الغذائي اللي ينفع لنا ايه. احنا في قطاع كبير جدا مننا خلينا نعترف ما بيروحش لدكتور دايت عشان يبقى عارف هو محتاج ايه. فلو هنعرف من حضرتك دايت بلان او نظام غذائي او نظام ريجيم او نظام صحي ايا مكان يصلح للجميع وغير مضر، خلينا نقول مثلا، خلينا نحط رسمه كده كروكي للموضوع. بس ده ما ينفعش مثلا لمريض سكر او مريض ضغط او شخص بيعاني من مشاكل معينه، لان ده هيحطنا في قيود. طيب يبقى مريض سكر مريض ضغط يعني هيبقى عندي قيود، او عندي قيود مش هينفع اقول له مثلا هتبقى في حاجات مش متاحه وليها علاقه بفحوصات و فدي تغذيه علاجيه حته ثانيه. لو هنقول مثلا تنظيم، فكره عامه، فطار غدا عشاء، افطر الصبح، اتغدى بعد الظهر، اتعشى قبل ما تنام بساعتين، ما تاخدش اي حاجه ما بين الفطار والغدا، ما تاخدش اي حاجه ما بين الغدا والعشاء، اقطع اكل تماما يعني من الفطار للغدا سيادتك بتشرب ميه ومشروبات من غير سكر فقط لا غير. نقطه مهمه بالظبط. ومن الغدا للعشاء اقطع اكل تماما، ما تاكلش اي حاجه، ولا تاكل مكسرات ولا تاكل فاكهه ولا تاكل سلطه ولا تعمل اي غلطه من الغلطات الشنيعه دي. هتبتدي فطارك، اكتر وقت محتاج فيه النشويات هو الفطار، يبقى ايه اكتر حاجه ممكن ناخدها الصبح؟ هو العيش، سواء كان توست بني، سواء كان عيش بلدي، سواء كان عيش دلوقتي مدعم بالحبوب الكامله، شوفان او معاك من اتنين، من لو هنتكلم مثلا عن التوست اتنين توست معاك، لو العيش البلدي معاك من نص رغيف لرغيف، لو بنتكلم على العيش الشوفان ممكن يوصل لتلاتة رغيف عيش في اليوم. تمام، هو الرغيف بيبقى صغير كده ورفيع. طيب تاني حاجه عايز ادخل نوع من انواع البروتين، لان جسمي محتاج حاجه تديني طاقه مع العيش اللي هو العيش، ومحتاج حاجه تدعم جسمي. وبالتالي هيجي الفول، هيجي البيض، هتيجي الجبنه. الفول على قد العيش، الفول على قد العيش، يعني ما تروحش تجيب 5 6 جنيه فول وانت سيادتك معاك نص رغيف او رغيف، فده مش هيبقى ميك سنس يعني. انت هتضطر اسفا لان احنا ما عندناش ثقافه. بس هو حضرتك بتقول يا فول يا بيض يا جبنه، يا جبنه مش الثلاثه مع بعض. هي بتوضح بس للساده المشاهدين يعني عشان بنحب التنوع. بس افطاري عادي. ماشي، يا فول على قد العيش، يا اما بيض يا اما جبنه. لو انت عايز تعمل ميكسات مثلا بتحب الفول بالبيض فانت ممكن تستثني العيش وتعمل فول ببيض. عايز تدخلي بطاطس مسلوقه فانت سيادتك طالما دخلت البطاطس المسلوقه فهتبقى بديل للعيش. هي دي لو احنا عايزين نعمل تنوع. لو هنعمل مثلا لبن، كوبايه لبن 200 ملي مع 4-5 معالق شوفان وفراوله. انا من عشاق الفراوله وهي من اعظم الفواكه اللي بتقدم دعم للجسم، وفي نفس الوقت ما بترفعليش الانسولين مقارنه ببيض. يعني احنا نتكلم في مستوى الجميع، يعني في متناول بالزبط. الجميع، خلينا نتكلم في نظام غذائي ينفع اي حد. كل ما انا بقول لك الحاجات اللي هي متاحه في الماركت وفي نفس الوقت مش غاليه وتنفع لكل الناس تفكر بنفس الطريقه. تمام. خلصنا وجبه الفطار، نطلع على وجبه الغداء. احنا اتفقنا الوقت المثالي لاكل الفاكهه وقبل قبل وجبه الغداء من نص ساعه لساعه. متاح تاخد تفاحه، متاح تاخد برتقانه، متاح تاخد 2 يوسفي، 2 كيوي، 2 جوافه. بتختلف بقى هنا بناء على اللي انا عايزه. لو انا عايز فيتامين سي فانا هفكر في نوع الفاكهه اللي انا محتاجها. هنخش على الغدا، هتقسم الطبق بتاعك نصين، نص هتحط فيه الخضار
اي كان نوع الخضار، مطبوخ او سوتيه او شوربه خضار او سلطه، والنص الثاني هنقسمه ربعين، ربع فيه النشويات وربع فيه البروتين. النشويات اللي هي رز مكرونه فريك اي حاجه. العشاء ايه بقى يا دكتور؟ العشاء هيبقى كوبايه الزبادي وتحط معاها اي حاجه، لو احنا مثلا في الشتاء كوبايه حمص الشام، هتشرب سحلب ما عنديش مشكله، حاجه تنفع معاك. لو انت من الناس اللي بيبقى لسه قدامها وقت على ما تنام، ممكن تاخد 2 توست بني مع جبنه ملح خفيف. دكتور رامي، يعني احنا دايما محتاجين معاك وقت اكبر بكتير، لكن للاسف احنا وقتنا خلص. كل الشكر ليك دكتور رامي صلاح الدين، استشاري العلاج الطبيعي والتغذيه العلاجيه، على وجودك معانا وعلى الدايت بلان اللي انت اديتها لنا. شكرا يا دكتور. شكرا. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده، كنا مع حضراتكم انا وباسانت على مدار 3 ساعات. بكره صباح الخير يا مصر يكون مع حضراتكم في نفس الميعاد. صباح على جميع المشاهدين، ومبسوطه ان انا كنت معاكي يا جمانه. صباح الخير على حضراتكم. صباح الخير يا مصر.